مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، برحب بيكم حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، البيت اللي بيجمعنا كلنا. حلقة النهاردة متنوعة، وزي ما عودناكم النهاردة هنشوفوا أخبار كتيرة جدا خاصة بالنادي الأهلي وبالرياضة، وطبعا هتشوفوها معانا هنا في طبعا ماتش مهم جدا جدا للمنتخب بكرة، بنتمنى له بداية التوفيق، وهي الحقيقة نقطة وحيدة جدا بيحتاجها المنتخب المصري أمام كينيا من العاصمة نيروبي، وهذه النقطة الوحيدة هي اللي الحقيقة عاملة مشكلة من امبارح للنهاردة. بنتمنى أنه الجهاز الفني والمدير الفني للمنتخب الكابتن حسام البدري زي ما بنتمنى له التوفيق، بنتمنى كمان أنه يحافظ على سلامة اللعيبة، أي لعيبة، خاصة النهاردة بعد الإصرار الغريب على اصطحاب أيمن أشرف. نقطة واحدة بنحتاجها بكرة هي اللي عاملة المشكلة، أيمن أشرف مصاب وأيمن أشرف منضم بالعافية لقائمة المنتخب الوطني. ليه؟ أسئلة كتيرة جدا وعلامات استفهام كتيرة جدا، وسائل إعلام طالعة تقول لك قناة النادي الأهلي عاملة حملة. لا، هي مش حملة، أنت النهاردة لو ما حافظتش على قوام وسلامة اللعيبة هتضر بالتالي المنتخب الوطني. انت عندك 8 النهاردة في المنتخب الوطني من النادي الأهلي، هنتكلم في ده أكيد بالتفصيل. ولكن قبل ما ادخلش في التفاصيل الحلقة، برحب بزميلي العزيز الكابتن هاني. مساء الخير عليك يا سيام. مساء الخير، برحب بيكي وبرحب بكل من يشاهد قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة حلقة البيت الكبير حلقة متنوعة، أخبار كتيرة جدا جدا أكيد تخص فرقتنا المنتخب القومي إن شاء الله، وربنا نتمنى له طبعا التوفيق. الفقرة الأولى إن شاء الله مع نجم كبير، يعني نجم على مستوى الإدارة الفنية، الكابتن محمد مصلحي. كابتن محمد مصلحي ده المدير الفني لطبعا رجال النادي الأهلي في الكرة الطائرة، هيكون حلقة أو فقرة مميزة مع سهام، هتتكلم معاها طبعا على أكيد مباراة نادي الزمالك اللي فاز فيها بجدارة 3-0، عن مشوار فرقتنا، كمان هتطرق لنجمنا الكبير أحمد صلاح، يمكن اللي يمكن الاتحاد الدولي لكرة الطائرة كرمه بحصوله أو تواجده في أفضل 100 لاعب على مستوى التاريخ كرة العالمية في العقد الأخير. هتكون إن شاء الله فقرة مميزة مع سهام. الفقرة الثانية بإذن الله عندنا كريم سعيد، كريم طبعا محلل الأداء الرائع، هنتكلم معاه بالأرقام إيه الأفضل لمنتخبنا إن شاء الله بكرة أمام كينيا، وكمان مشوار المجموعة، وإن شاء الله كمان كلام كتير جدا عن فرقتنا النادي الأهلي واستعداداتها لمباراة المريخ السوداني. الفقرة الثالثة هيكون معنا نجم من نجوم النادي الأهلي السابقين الكابتن عادل عبد الرحمن، أكيد رؤية فنية مختلفة عن مباراة مصر وكينيا وكمان المشوار الأفريقي، فبإذن الله تكون حلقة مميزة وتعجب حضراتكم كالعادة. يعني النهاردة مختلفة شوية، معاكي فقرة مميزة سهام، ويمكن اتكلمنا عليها الأسبوع اللي فات قد إيه فريق الطايرة للنادي الأهلي بيحقق إنجازات على مر التاريخ، وكانت مباراة نادي الزمالك أمام نادي الزمالك 3-0 كان فيها جداً. إيموشن كبير جدا، كابتن محمد مصلح يمكن كمان أبدى سعادته الكبيرة جدا جدا يمكن بعد الهزيمة من بتروجيت، لكن بيثبت أنه هو مدرب كبير ومعاه لعيبة كمان على مستوى عالي جدا. كابتن محمد مصلحي يمكن النهاردة بيدخل التاريخ مع النادي الأهلي، مش بس علشان هو مدير فني ناجح جدا وإنساني، ولكن علشان كمان يعني إنسان. صحيح. عارف أنت الإنسان ابن النادي الأهلي من زمان، ناشئ من وهو ولد صغير جدا، كبر مع النادي، النهارده بيدرب ناس زمايله كمان في الفرقه. لما بنتكلم على نتيجه الاهلي والزمالك بالذات في الشوط الثالث ده خلص بطريقه دراميه جدا جدا، هتعرفوا حكايتها بعد شويه مع كابتن محمد مصلحي. اكيد حلقه فقره مميزه هتتكلمي فيها حاجات كتير، لكن هتسمعوا فيها حاجات. وبعدين هو خسر من بتروجيت، انت عارف خسر من بتروجيت على ايد مين؟ على ايد اخوه. فنعرف كمان هل الاسباب كانت بسبب اخوك ولا ليها اسباب اخرى، فبس عايزين طبعا تفكروا بالسؤال. كمان السؤال بتاع حلقتنا النهارده سؤال طبعا يخص المنتخب المصري، عايزين نعرف، والسؤال بيقول ما هو من هو الهداف التاريخي للمنتخب في تصفيات امم افريقيا؟ يعني حضراتكم برضو تتواصلوا معنا من خلال البيت الكبير، بنشوف إجابات حضراتكم على هذا السؤال، من هو الهداف التاريخي للمنتخب المصري خلال التصفيات
الأفريقية؟ ده سؤال، وإن شاء الله هنتابع طبعا إجابات حضراتكم زي ما متعودين في فقرات البيت الكبير، والتواصل دايما دايما على السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك، تويتر، على إنستجرام، ومستنين إجاباتكم وإن شاء الله نعرضها من خلال البيت الكبير إن شاء الله. طبعا عايزين نبدأ الحلقة دي بزيارة مهمة جدا جدا لأحلى مكان في العالم، اسكندرية. النهاردة كان بيزورها كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان بيزور نادي سموحة تحديدا. والحقيقة لما نتكلم عن هذه الزيارة لنادي سموحة أو لأحد الأندية فده له معاني كتيرة جدا. أول هذه المعاني العلاقة الجيدة ما بين الأهلي وسموحة برئاسة طبعا مهندس فرج عامر، مش بس بين الأهلي وسموحة، لا كمان بتؤكد على مدى أو مستوى العلاقة ما بين كيان كبير قوي اسمه النادي الأهلي الكبير ومختلف الأندية التانية. وكابتن الحقيقة محمود الخطيب النهاردة اللي يعتبر رمز الكورة المصرية بيلبي دعوة المهندس فرج عامر، وبيلاقي دايما في كل استقبال وفي كل زيارة له في لأي مكان استقبال حافل جدا جدا في نادي يعني في أي مكان. والنهاردة بنتكلم على سبيل المثال عن نادي سموحة، زي ما قلنا ده بيؤكد على العلاقة الطيبة اللي بتربطهم بالنادي الأهلي، وأكيد ليها معاني زي ما احنا قلنا أكيد كبيرة أكيد جدا. أكيد كابتن الخطيب وجوده في اسكندرية كمان في بكرة دعوة، هيلبي كمان الدعوة للأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد، كمان هيكون إن شاء الله في بكرة دعوة. كابتن الخطيب دايما يعني دايما بياخد الخطوة الإيجابية، الخطوة لتقارب الأندية كلها. احنا بنتكلم على في منافسات على مستوى الدوري، على مستوى الكاس، كل دوت على جنب، لكن دايما والكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي على مر التاريخ حريصة على هذا التواجد وهذا التعاون. والنهاردة الكابتن الخطيب قال كلمة كمان هنتابعها مع حضراتكم في البيت الكبير، قال احنا كلنا نسيج واحد، النادي الأهلي مع جميع الأندية نسيج واحد. ودايما النادي الأهلي بيدي مثل، والمثل بيجي من خلال زيارات يعني عنصر مهم جدا على مستوى الكرة المصرية كابتن محمود الخطيب. النهاردة في سموحة، إن شاء الله بكرة في الاتحاد السكندري، كان في زيارات في الإسماعيلية، كل الأندية على مستوياتها. هذا هو النادي الأهلي، الترابط دايما مع الأندية بغض النظر عن منافسات. في تحديات وفي منافسات، ده كله على جنب، لكن تبقى علاقات الأندية هي اللي بتقوي، كمان بتقوي المنافسة وبتقوي العلاقات الجيدة دايما، يعني بيجي من خلالها أجواء جميلة، أجواء رياضية. وإحنا دايما بنتكلم في الرياضة، بنتكلم في كرة القدم، والرسالة الأولى للرياضة وكرة القدم هي التسامح، وهي إنك الناس بتحب تتفرج على الكرة الحلوة والتعليقات الحلوة بعيد خالص عن عملية التعصب. النهاردة الكابتن محمود الخطيب بيلبي طبعا دعوة المهندس فرج عامر بزيارته لنادي سموحة، هنتابع كل دوت مع حضراتكم هنا في البيت الكبير. وكمان بكرة إن شاء الله يتواجد الكابتن الخطيب في اتحاد السكندري طبعا تلبية لدعوة كمان يعني الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد. أكيد زيارة خاصة وليها معاني زي ما احنا قلنا. وكابتن خطيب الحقيقة دايما يعني بتربطه علاقات قوية جدا مع الأندية، وحريص دايما أنه يتواصل يعني بشكل مستمر مع مختلف الأندية دي، علشان أولا مصلحة الكرة المصرية، وبيتناقش أكيد في أمور كثيرة لما بيجمعوا هذا اللقاء مع أحد رؤساء الأندية دي، فأكيد في أمور كثيرة جدا بيتم اتخاذ أو بيتم التطرق ليها قبل ما يتخذ أي قرار معين يخص الكرة المصرية. وكل الأندية الحقيقة بتأكد على علاقتها الوطيدة بالنادي الأهلي، وبتعترف أيضا بأنه يعني هذا الكيان ده هو كبير الكرة المصرية، والأهلي بيقدر الحقيقة كل الأندية الصغيرة قبل الكبيرة، وخاصة الأندية الجماهيرية. تعالوا دلوقتي نروح مع بعض نشوف تفاصيل الزيارة دي اللي قام بيها كابتن محمود الخطيب لنادي سموحة، ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. طبعا بالنيابه عن كل اعضاء نادي سموحه وعن اعضاء مجلس الاداره، زملائي اعضاء مجلس الاداره، وعن نفسي، احنا طبعا سعداء جدا بتشريف الكابتن محمود الخطيب. طبعا حبيب كل المصريين وحبيب كل العرب وحبيب كل الرياضيين، وطبعا كلنا طبعا عارفين مين هو الكابتن محمود الخطيب. هو اسطوره طبعا الكره المصريه في مصر، هو رئيس النادي الاهلي، زعيم افريقيا، هو الرجل الرياضي
الناجح، الأخلاق العالية جدا، الهدوء، وبعدين الحمد لله ربنا أكرمه العمر الطويل قوي في خدمة النادي الأهلي من لاعب وتدرج في مناصب مجلس الإدارة إلى أن رأس مجلس الإدارة طبعا، وهو من أحسن ومن أفضل من رأسوا مجالس إدارات الأندية في مصر. طبعا أنا شايف أن الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي وهم أحسن رؤساء أندية على مر تاريخ مصر. يمكن طبعا المهندس صبور يجي بعد كده، لكن طبعا الكابتن محمود الخطيب قدر يعني في وقت قصير جدا ان هو يحقق احلام الرياضيين واحلام النادي الاهلي واحلام المصريين في الفوز ببطوله افريقيا. انا سعيد جدا ان انا موجود في صرح زي اللي انا شايفه ده النهارده، ويمكن العلاقه اللي بتجمعني بالمهندس فرج الحقيقه هي مش قبل ما تكون علاقه يعني تتبع وظيفتنا ان احنا بنمثل انديه في مصر، انديه كبيره، هي علاقه صداقه قبل ما يكون هو رئيس نادي وقبل ما انا اكون رئيس نادي. فده شيء بيسعدني وبيشرفني يعني. الحقيقه يمكن برضو هو اثنى عليا كتير يعني، ولكن اتمنى اكون استحق هذا الكلام يعني. لكن المهندس فرج كمان النهضه اللي شهدها نادي سموحه الفتره اللي فاتت نهضه كبيره جدا وملموسه لكل الـ يعني المجال الرياضي ومجال الاقتصادي اللي حدث في خلال الفترة الزمنية الطويلة اللي فاتت، منذ ما فكر هو في كيفية مزج الرياضة بالناحية الاستثمارية، أعتقد ده أمر نجح فيه نجاح كبير. طبعا صورة رائعة، شفت حضراتكم الزيارة، حفاوة الاستقبال اللي طبعا الكابتن محمود الخطيب رمز كبير من رموز الكرة المصرية. ان شاء الله زي ما قلنا هذا التواصل مع الأندية والوحدة الأندية هي ترجع كمان لوحدة ان شاء الله لمسابقتنا، وبالتالي يعني نبذ التعصب بشكل كبير بإذن الله الفترة اللي جاية. نروح لأخبارنا. طبعا منتخبنا في كينيا الحقيقة يمكن سهام قالت حتى في الانترو موضوع طبعا الكابتن حسام البدري وموضوع ايمن اشرف، خلينا نتكلم بكل امانه، مش قناه النادي الاهلي ولا النادي الاهلي اللي ممكن يعمل حمله ولا ممكن يعمل حاجه ضد المنتخب. المنتخب دوت هو راس الهرم للكره المصريه، ودايما النادي الاهلي حريص على منتخبنا من خلال دعمه اللانهائي من اللاعبين على مستوى كل اللعبات لمنتخبنا الوطني. لكن الحقيقه لما بنشوف حاجه غريبه، بنشوف حاجه بنعلق عليها، ده مش معناها ان احنا بنعمل حمله وهجوم على الكابتن حسام البدري. كل السبورت وكل الدعم لمنتخبنا والكابتن حسام البدري، لكن لما بنيجي عند لعيب من لعيبه النادي الاهلي وبنشوف حاجه ممكن يكون عليها تعليق او عندنا ليها تحفظ، من حقنا احنا نتكلم. يعني انا لما بقول لا انا مش مع الكابتن حسام البدري انه ياخد ايمن اشرف ويسافر كينيا، ممكن الجمله دي تتاخد يقول لك قناه النادي الاهلي بتهاجم الكابتن حسام البدري. لا بالعكس، انا بشوف من وجهه نظري، واحنا بنتكلم في وجهات نظر، اعتقد كمان انا على سبيل الخبره اتكلمت وكان ليا تواجد في المنتخب، اي لعيب بيشتكي من حاجه بنقول له لا خلاص ريح والفتره اللي جايه ان شاء الله تكون موجود معانا. وخاصه ان ايمن اشرف من اللعيبه المميزه جدا، ايمن اشرف كمان راجع من مباراه بيتا كلوب بيلعبوا على ترتان، واللي يعني بيفهم في الكوره كويس عارف ان موضوع الترتان خاصه للي بيشتكي شويه في الركبه بيكون الامور خطيره جدا. كل اللي طلعنا قلناه ان احنا بنقول احنا بنحافظ على ايمن اشرف كواحد من ابناء النادي الاهلي، وينعكس ده اكيد بالايجاب كمان على منتخب مصر. يعني احنا بنتكلم على ايمن اشرف كلاعب وحقنا نتكلم على لاعبتنا ونحافظ عليها، لكن حفاظ ايمن اشرف كمان على مستوى المنتخب، على مستوى المنتخب لما ايمن اشرف لا قدر الله يحصل اصابه ده هيأثر كمان على منتخب مصر، فهي المصلحه واحده، احنا بنتكلم في مصلحه واحده. ولو كان في اي نادي تاني خلي بالكم في نفس الظرف والنادي ده اشتكى كنا هنقف برضه ونقول النادي ده عنده حق، لان من حق النادي ان يدافع عن لعيبته، وخاصه لما تكون المصلحه واحده، مصلحه الكابتن حسام. وانا في اعتقادي وانا قلت الكلام هنا في البيت الكبير، اثق تماما في ان الكابتن حسام البدري على درايه كامله ان لو في اللعيب بيشتكي ب 1% اصابه اعتقد انه مش هيكون متواجد. عندي ثقه كامله في الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب اللي يمكن قضيت معاه فترات طويله، راجل على مستوى مهني عالي جدا، اكيد لن يسمح باشتراك اي لعيب
في المباراة لو بيشتكي من إصابة. وأنا من خلال اتصالاتي كمان هناك في كينيا عرفت بشكل مؤكد ان ايمن اشرف مش موجود بكره في المباراه، ويمكن احمد ايمن منصور هو اللي هيلعب باك شمال كمان احتمال كبير جدا مكان عبد الله جمعه. عبد الله جمعه هيكون على دكه البدلاء، لكن المنهج نفسه اللي بنتكلم فيه ان احنا كنادي اهلي كقناه النادي الاهلي اكيد سبورت للاعبتنا، سبورت للجهاز الفني بشكل كبير جدا، وان الموضوع مش حمله ممنهجه زي ما بعض الناس بتقول او يعني بننتقد الكابتن حسام البدري بدون اسباب. لا، احنا بنحافظ على لاعبتنا على المستوى البدني اللي بينعكس بشكل اساسي على منتخب مصر ان شاء الله في الفترات اللي جايه، وخاصه ان مباراه كينيا اعتقد زي ما قال السهام احنا محتاجين نقطه من ماتشين، يعني المباراه ليست مباراه مصريه عشان ممكن نجازف بيها. فانا يعني تاني هنا من البيت الكبير، احنا مش حمله، احنا بندافع على حقوقنا، حقوق لاعبتنا، مصلحه لاعبتنا اللي بتنعكس بشكل ايجابي جدا على المصلحه العامه ومصلحه الكره المصريه بشكل كبير. يعني هو الفكره وعلامه الاستفهام اللي احنا طرحناها مع بدايه الحلقه او حتى زمايلنا اللي ناقشوا الموضوع ده، ان انت عندك 18 نادي، يعني تتكلم عن اي باكش ما بتتكلم عن اتنين تقريبا في كل نادي. فكان الموضوع كمان يمكن لافت للنظر اكتر ان طبيب المعالج للفريق الدكتور احمد ابو عبلة اكيد كان مجهز تقرير وبعته لدكتور محمد ابو العالة طبيب المنتخب الوطني، فاكيد شارح فيه بالتفصيل حالة ايمن اشرف، وده اللي بيزود من علامة الاستفهام او بيكبرها، ان انت ليه بتصر على ايمن اشرف وانت عندك 18 نادي ما شاء الله ممكن تختار منهم اي لعيبة عندك. هو ده، ففكرة انه كابتن حسام البدري اكيد بيستبعد اي لعيب بسبب اصابة، ده المفروض انه وارد، وهو على فكرة عمل كده وقال انه مش هيستفيد منهم، ده بالنسبة للعيبة المصابة اللي تم استبعادهم اوريدي. يبقى ليه بتاخد ايمن اشرف اللي هيكون ليه ضرر كبير؟ نعم احنا بنبص على مصلحة النادي الاهلي، لكن ده كمان مصلحة النادي الاهلي دي بتصب في المصلحة العامة، بتصب في مصلحة المنتخب، لانه حتى رحلة الطيران، يعني انت النهاردة رحلة الطيران لنيروبي دي رحلة نفسها يعني مش سهلة جدا، يعني مش سهلة ابدا على اي لعيبة، ليها تأثير سلبي. النهاردة ايمن كان بيشتكي من ركبته، عنده خشونة في الركبة، وكان ممكن جدا جدا انت تتجنب ده، وقعدة الطيارة مش حلوة، يعني قعدة الطيارة وبالذات السفر. الفكرة يا سهام كمان بوكس انت يعني بتكلمي بجزء منه واقعي جدا، الجزء التاني اللي الناس لازم برضو تعرفه ان وجهات النظر، واحنا بنقول وجهه نظرنا دفاعا طبعا عن ايمن اشرف لاعبنا ودفاعا عن منتخب مصر، والكابتن حسام البدري عارف كده تماما ان كان ممكن جدا ان ايمن اشرف، خاصه ايمن اشرف راجع من مباراه تقيله جدا فيتا كلاب وكان ملعب ترتان فبيشتكي من الركبه، كان وارد جدا ان بعد ايمن ما اشتكى والمسافه صغيره ما بين الماتشين ان ايمن يكون متواجد في القاهره بيقضي فتره تاهيل معينه، ولا مانع ان بعد ما يرجعوا بعد المباراه من كينيا ان ايمن يشوف ظروفه ايه بالتواصل مع الدكتور احمد ابو عبله مع الدكتور محمد ابو العيله ويشوف تستعين بيه في جزر القمر، وممكن يعني جدا لو قادر يلعب في مباراه جزر القمر كان وارد. فكل دوت الامور كلها تحت منطق واحد، ان احنا اولا مش حمله على الكابتن حسام البدري، كابتن حسام البدري كان في يوم من الايام وما زال واحد من ابناء النادي الاهلي وعنده انجازات كبيره جدا، واحنا سبورت لاي مدير فني ايا كان على مستوى منتخب مصر. فالعمليه بنتكلم ان احنا بنتكلم بصفه قناه النادي الاهلي، بصفه ان ده واحد من لاعبتنا وعلى المستوى المنتخب كمان، دي لمصلحه المنتخب. الجزء الاخر ان هو يعني زي ما قلت لك ان ايمن مش هيشارك بكره، ده اعرفه 100%، ويمكن الدفع باحمد ايمن منصور، فكان ممكن من الاولى وجهه نظر انه كان من الاولى ان ايمن اشرف يتواجد هنا في القاهره يقضي الخمس ايام دول او اربع ايام منذ انضمام المنتخب يستعد يتاهل بشكل كويس، يكون في راحه سلبيه بشكل كبير، ولما يرجع المنتخب ممكن بتبادل الاتصالات ما بين الدكتور احمد ابو عبله والدكتور محمد ابو العلا، ايمن موقفه ايه، يقدر ما يقدرش. والموضوع زي ما بقول لك في الاخر احنا تقريبا 90 او 99% حسمنا الوصول لامم افريقيا، وبالتالي تاني بعيد وباكد هي وجهات نظر، احنا بندافع على لاعبتنا على المستوى النادي الاهلي، وكمان ده بينعكس بشكل ايجابي جدا ان شاء الله على مستوى المنتخب في الفترات اللي جايه. المستغرب اكتر ان انت النهارده في بعض الاعلاميين
او الكباتن السابقين اللي طالعين يزايدوا النهارده عليك او على القناه ويقول لك قناه الاهلي عامله حمله على حسام البدري ويقول لك عيب تعملوا كده. مش حضرتك اللي بتقيم اولا لا القناه ولا بتقيم العيب ولا بتقيم الحلال والحرام انك تطلع وتتكلم او تكيل بمكيالين. ما تشوف حضرتك اللاعب المصاب واذا كان اللاعب المصاب دوت بيتغامر بيه ولا لا وبيتاخد منه ولا لا. لما بنطلع نتكلم في كده فده ما اسمهاش حمله. قناه النادي الاهلي زي ما قلت بتبص للمصلحه العامه وزي ما كلنا عارفين مش زي يعني ما حضرتك يعني ممكن تهاجم النهارده لمصلحه خاصه وكلنا عارفين كويس قوي انا بقصد ايه. فهو ده الموضوع ان احنا بنكبره على ما فيش وفي رسائل كده زي ايه عارف انت اللي هو مش عارفه اقولها يعني بس عارف اللي هو بين السطور او في جمل كده بتتاخد في يعني قدام الناس حاجه بس لا في بين السطور بيتقال حاجات تانية بيفهمها الراي العام بصوره اخرى وهي ابعد ما يكون عن احنا يعني بنوضح الامور. لو انت بتتكلمي كمان عن ميدو يعني ميدو هو اللي اكيد بتتكلمي ان هو طلع على انا مش بحدد اشخاص انا يعني بحدد اي حد يعني الكلام واضح لان احنا اي حد بيطلع يتكلم ويكيل بمكيالين في اي موضوع خاصه يخص النادي الاهلي يا كابتن ده يعني احنا بنرصده بشكل كبير جدا. لكن انا كمان ليا وجهه نظر خاصه ان كمان ميدو طبعا لعيب كبير جدا جدا قدم مشوار احترافي اكتر من رائع في اكبر الانديه العالميه. يمكن بس كان الاستمراريه كانت هتفرق جدا مع ميدو لكن ميدو من يعني من اللعيبه والاصدقاء المحببين على قلبي. لكن يمكن خانوا التعبير شويه في ان النادي الاهلي او قناه النادي الاهلي عامله حمله وارهاب اعلامي. كلام كبير جدا اعتقد يعني لا يعني لا يمت بصلة باللي احنا بنقوله هنا في قناة النادي الاهلي واللي احنا وضحناه من خلال دقايق ان هو مصلحة النادي الاهلي هي مصلحة المنتخب. ويمكن كمان ميدو تطرق لموضوع محمد صلاح وانه بيطلب فلوس كتير على ما يطلع في الاعلام يعني برضو يعني خانوا التوفيق في الجزئية ديت. وانا عارف ان ميدو لعيب كبير وعارف ان يمكن كلنا عارفين ان محمد صلاح على مستوى الاحتراف وصل لمرحلة لم يصل ليها اي لاعب مصري في التاريخ. ويمكن في المستقبل القريب كمان مش هيكون في واحد زي محمد صلاح وصل لهذه المرحلة من الاحترافية. وبالتالي المرحلة ديت اللي وصل لها محمد صلاح اولا عملية الظهور في القنوات واللقاءات الصحفية وكل دوت محسوب وعنده ايجنت وعنده مجموعة كبيرة جدا بتدير أعماله. هو وصل لمرحلة يمكن احنا كلنا وانا كنت واحد من احد المحترفين المصريين في الخارج يمكن محمد صلاح في حتة تانية خالص غيرنا ده بكل أمانة ويمكن مش هيتكرر خلال المستقبل القريب. لكن ان وجود محمد صلاح في هذه المنطقة وانه بيطلب فلوس مثلا من قناة المصرية ده شيء يرجع لعملية الماركتينج التسويق اسم محمد صلاح. لان محمد صلاح لما بيطلع في اي قناة اعتقد المبلغ اللي طلبه اكيد هذه القناة هتجيب هذا المبلغ اضعافه من خلال سبونسر من خلال اعلانات. ويمكن العملية الاحترافية يعني شايفينها بمنظور مختلف. هذا اللاعب بيدار بمنظومة احترافية كاملة من حيث التسويق من حيث الأحاديث الصحفية من حيث تحركاته من حيث تنقلاته من حيث ميدو مش عارف الكلام ده؟ لا ميدو عارف الكلام ده لكن أنا بتكلم إن هو يعني هو ميدو أنا عارف يعني نيته طيبة يعني هو كان نفسه محمد صلاح قناة مصرية ممكن تطلع فيها يعني ما تطلبش فلوس كتير. فالأمور ما بتدارش كده الأمور بتدار بشكل أكثر احترافية. وخلي بالك يعني أنا لو محمد صلاح يعني قال خلاص هطلع في قناة ديت طب ما هو جميع القنوات هتقول لك طب أنا عايز محمد صلاح. ولما محمد صلاح يقول لقناة وقناة لا هيرجع يقول لك أصل محمد صلاح طلع مع كذا أنت طلعت مع كذا ليه وما طلعتش مع كذا. فالأمور بتدار بشكل احترافي. هو محمد صلاح وصل لدرجة إنه ما بياخدش خطوة بره المستطيل الأخضر لما يكون معاه الإيجنت بتاعه، الإيجنت بتاعه بيقول له لا مصلحتك تعمل دوت، فهو ماشي بهذا الأسلوب. وزي ما بقول يعني ده الأسلوب الاحترافي الأمثل. يعني كل الاحترام طبعا لميدو حبيبي وصديقي وكل حاجه وعلى المستوى الاعلامي لكن بعض الخطوط يمكن زي ما بتقول سهام ما بتبانش قوي. واحنا هنا يعني بنوضح الامور بشكل الكلام بيتفهم في سياق اخر يا كابتن هاني بس احنا بنرد يعني احنا دايما وجهات النظر بتروح وتيجي. يعني احنا بنحترم الناس كلها وكل الناس بتتكلم بمبدا لو هو ليه نيه تانية او غرض تاني
ده شيء يرجع له. احنا بنوضح حقيقه الكلام، بنوضح موقف النادي الاهلي، ان النادي الاهلي في الموقف الاولاني انه مش حمله، احنا سبورت للمنتخب، سبورت الكابتن حسام البدري، مفيش حاجه اسمها يعني حاجه حرب اعلاميه او حرب نفسيه اعلاميه، كل ده بعيدا تماما عن كيان النادي الاهلي. هو مش هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بيدار بشكل اكتر من احترافي، بيدار يعني باسلوب راقي جدا، ولكن تبقى مصلحه النادي الاهلي ومصلحه لعيبه النادي الاهلي احنا بنحارب عليها، ودايما هنقول ان احنا لعيبتنا لازم تكون يعني سبورت ولازم تكون محميه، لان دوت برضو بينعكس على منتخبنا القومي. ان شاء الله احنا ما زلنا متمسكين براينا في موضوع ايمن اشرف، ولو كان اي لاعب تاني بيتعرض للي ايمن اشرف بيتعرض له النهارده كان هيبقى ده كمان نفس موقفنا وكان هيبقى نفس راينا. فالنهارده بعيدا الموضوع عن ايمن، قصه ايمن اصله في الاهلي، اصل محمد حمدي في بيراميدز، الموضوع المزايدات على القناه وعلينا احنا شخصيا ده امر مرفوض تماما. نروح بقى لاخبارنا، نروح لكينيا بقى، روح لكينيا، نروح طبعا لاخبارنا. منتخبنا في كينيا طبعا كان في الاجتماع الفني النهارده، الاجتماع الفني النهارده الصبح اللي اسفر عن طبعا ارتداء منتخبنا ان شاء الله التيشيرت الابيض والشورت الاسود والشراب الاسود والزي الاصفر الكامل طبعا لحارسنا محمد الشناوي ان شاء الله. المنتخب الكيني هيلبس الطقم الاحمر الكامل، اذا كان تيشيرت وشورت وشراب. وكان طبعا في الاجتماع الفني وجود الكابتن محمد بركات طبعا مدير المنتخب، كان معاه مينا سامح اداري الفريق، والدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب، دول كانوا ممثلين المنتخب في هذا الاجتماع الفني اللي بيسبق طبعا المباراه بيوم. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا ان شاء الله باذن الله، يعني الوصول طبعا وتصدر المجموعه من خلال مباراه نيروبي وارد، وفي ايدينا شويه اصرار وشويه عزيمه، عندنا منتخب اكتر من رائع، لعيبه مميزه جدا، كل التوفيق ونفوز باذن الله في مباراه بكره امام كينيا ان شاء الله. يا رب يا رب. بمناسبه كمان المسحه الطبيه اللي بيجريها النهارده او بتجريها البعثه، النهارده عملوا مسحه فور وصولهم على طول مقر اقامتهم في العاصمه الكينيه نيروبي علشان يكشفوا عن فيروس كورونا، نتيجه المساحات كلها الحمد لله سلبيه، كلهم جاهزين جميع اللعيبه. يمكن انضم كمان للبعثه فور وصولها احمد حجازي جاي من جده علشان تكتمل صفوف خلاص الفريق، اخر محترف انضم خلاص. صحيح. النهارده كمان المنتخب يعني بيختتم استعداداته النهارده بتدريب طبعا لمواجهه كينيا بكره ان شاء الله. احمد حجازي ما بيقوله، احمد حجازي توجه من جده الى دايركت على نيروبي النهارده، اتمرن بشكل عادي جدا. ايمن اشرف خد تدريبات علاجيه، يعني خلاص هو بره مباراه بكره، وطبعا حرس كمان الدور الكبير اللي بيقوم به طبعا سفيرنا خالد الابيض، سفيرنا في كينيا، حضر كمان النهارده المران اللي اقيم على ملعب مركز مويا الرياضي اللي ده هيستضيف مباراه بكره ان شاء الله. وفي الصوره زي ما حضراتكم شايفين صور من طبعا استعدادات منتخبنا في الاستاد، على فكره ملعب هايل، يعني من الصور كده باين ان الملعب كمان على مستوى عالي جدا، ده اكيد كمان هيساعد على الاداره الفنيه للكابتن حسام، هيساعد لاعبتنا انها ان شاء الله تطلع كل اللي عندها، ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا يا رب باذن الله. طبعا احنا لسه مستمرين والحديث عن المنتخب، ويعني خلاص بنقول انه قناه النادي الاهلي دايما بتحاول ان هي تخلي مشاهديها من جمهور الاهلي والكره المصريه في قلب الاحداث. النهارده معانا من كينيا الصحفي الشهير وخبير الاعلام السابق بالاتحاد الافريقي لكره القدم كولينسي اوكانيو، هيكلمنا من نيروبي عن اجواء مباراه مصر والمنتخب الكيني والكواليس. يعني بدايه برحب بيك وبصفتك يعني الاعلاميه، عايزه حضرتك تكلمنا عن راي الاعلام، كيف يرى الإعلام الكيني مواجهة منتخب مصر غدا؟ جزيلا على دعوتي لهذه القناة، ومن دواعي سروري أن أكون معكم ومع أسطورة مثل الكابتن هاني رمزي، كنت أتابعه. غدا المباراة ستكون صعبة للغاية لأن مصر متقدمة للغاية،
في التصفيات بعدد من الأهداف، ولكن كينيا تود أن تفوز ولكن لن تكون المباراة سهلة. الفريقين يسعون إلى الفوز في هذه المباراة، وكينيا ستواجه فريق كبير زي مثل مصر، فهي لن تكون مواجهة سهلة. رأيك على المستوى الفني بعد استبعاد أحد عناصر الخبرة مثل لعيب فيكتور؟ طبعا منتخب كينيا ده هيأثر على حظوظ كينيا في أداء مباراة أو في إيجاد نتيجة إيجابية تساعدها في العودة للأمل للوصول لأمم أفريقيا في الكاميرون 21؟ نعم بالتأكيد هذا سيؤثر. إذا نظرنا على هذه التشكيلة، تشكيلة فريق كينيا، فهناك مايكل أولانغا وفيكتور وانياما وأنتوني أوكاما، فهما لاعبين بارزين في المباراة وسيحاولون جهدهم لإحراز أهداف وتحقيق مباراة ولعب مباراة جيدة في مواجهة الفريق المصري حتى يستطيعون تقديم مباراة جيدة. اليوم منتخب كينيا هل متمسك بحظوظه في التأهل أم بدأ النهاردة التفكير في تصفيات كأس العالم في ظل اقتراب مصر وجزر القمر من الصعود؟ أعتقد عندما تنظرين إلى الموضوع بعين ناقدة، كينيا تحاول خاصة وأنها تلعب على أرضها، فأي شيء ممكن أن يكون يمكن إحرازه، لأن المنتخب الكيني سيحاول إحراز أي نتيجة لأنه خاصة يلعب على أرضه ووسط جمهوري، ولأن كينيا استطاعت من قبل أن تلعب أمام فرق كبيرة ولديها لعيبة مميزون للغاية يستطيعون إحراز نتائج كبيرة. وهناك نعم هناك بالفعل نتائج مغضية يسعون إليها. طيب قبل ما أسألك عن طبعا وجود محمد صلاح القيمة الكبيرة على مستوى العالم في كينيا، وكيف يعني تواصلت الإعلام كيف تواصل مع وجود صلاح هناك في كينيا وكمان على المستوى الجماهيري، عايز أسألك عن الإجراءات الاحترازية، شيء مهم جدا، كيف تسير الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في كينيا ومع بعثتنا منتخب مصر؟ نعم دعني أقول لك أن في كينيا هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها، ومنذ أن جاء المنتخب المصري إلى كينيا الأمور تسير بشكل جيد، وهناك ولا أعتقد أن هناك أي شكوى من المنتخب المصري حول كيف تسير الأمور وأيضا الإجراءات الاحترازية في كينيا. نحن استقبلنا الفريق المصري بحفاوة بالغة منذ أن غادروا المطار وحتى وصلوا إلى مقر إقامتهم. طيب بالنسبة على مستوى محمد صلاح، طبعا وجود محمد صلاح في أي دولة أفريقية دلوقتي بيكون ليها صدى إعلامي كبير، كيف تناولت يعني الصحف والإعلام الرياضي في كينيا وجود محمد صلاح على أرض نيروبي؟ نعم محمد صلاح هو اسم كبير، ومنذ أن وصل إلى كينيا والجميع في حالة سعادة من قبل الجماهير من قبل المهتمين بمجال الرياضة بشكل عام، فالكل سعيد جدا بوجود محمد صلاح منذ قدومه إلى المطار منذ خروجه من المطار. الجميع ينادي باسمه، حتى ابنتي وهي 4 سنوات تنادي باسم محمد صلاح منذ وصوله إلى كينيا، فالجميع في حالة انتشاء وفي حالة سعادة كبيرة جدا بوجوده إلى كينيا، والجميع سعيد بوجوده الحقيقة في كينيا. ذكرت حضرتك في يعني في كلامك عن أعداد الجماهير، هذه المباراة بتلعب على أرض كينيا وبحضور جماهير، هل تقرر يعني أعداد الجماهير التي ستحضر المباراة ولا بدون جمهور المباراة مباراة غدا؟
لعبة ستكون وبدون جمهور، لأن الكاف قرر أن المباراة لن تكون في وجود جمهور، ولكن أنا أتحدث عن الجماهير التي كانت خارج الاستاد أثناء المران وأثناء التدريبات، ولكن المباراة لن تكون فيها جمهور. صحيح. آخر سؤال، يمكن يعني توقعات المباراة بكرة، يعني إيه توقعات المباراة بكرة من حيث النتيجة، وخاصة هو عارف أكيد في فروق فنية كبيرة على أرض الملعب، لكن لا تزال كرة القدم هي داخل المستطيل من خلال مجهود 90 دقيقة، لكن يعني توقعات المباراة نتيجة بكرة إيه؟ أتوقع أن، ودعني أكون صادق معك، أعتقد أن مايكل أولونجا سيحقق نتائج مرضية غدا، وأتوقع أن تكون هناك مجهود من قبل الجميع اللاعبة، هناك صلاح في المنتخب المصري وهناك لاعبة آخرين في المنتخب الكيني كما ذكرت مثل مايكل أولانجا، ولكن أعتقد أن مصر ستفوز بالمباراة غدا. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب كينيا إذا كان على مستوى التصفيات إن شاء الله لكأس العالم، وكل الشكر لتواجدك معنا هنا في قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا. أشكركم، شكرا جزيلا على استضافتي. شكرا جزيلا. ده طبعا يعني طبعا هو كمان يعني عنده نوع من أنواع التفاؤل، لكن على مستوى النتيجة كلنا عارفين الفروقات الفنية لمنتخب مصر. كمان لفت النظر كمان بنته 4 سنين ما شاء الله، وكمان عارفة مو صلاح، فصلاح صورة مشرفة لمصر وللعرب وللاعب الأفريقي في كل حتة بيروحها. كل التوفيق لمحمد صلاح اللي بنحبه جدا طبعا. كل التوفيق لمنتخبنا بكرة بإذن الله، مباراة مهمة جدا. بنطلع الفاصل، وبعد الفاصل نستقبل المدير الفني الفولي بول كابتن محمد مسلحي في البيت الكبير. معايا مدرب عامل حالة مع جمهور النادي الأهلي، مدرب الحقيقة بيفكر يعني بنفس عقلية الجماهير، ما بيفكرش في حاجة غير الفوز، غير أنه يتوج بكل البطولات. الحمد لله ربنا قدره السنة دي أو السنة اللي فاتت تحديدا أنه يعمل رقم قياسي عالمي هيتسجل قريبا جدا في موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية، بعد ما فاز ب100 ماتش متتالي مع الأهلي. امبارح يمكن حتى أو أول امبارح كنا بنتكلم في هذا الموضوع، أن الأهلي 100 ماتش متتالي في كل المسابقات، شفناه في ماتش الزمالك اول امبارح، يمكن الماتش اللي فات قد ايه كان بيفرح، قد ايه مع كل كوره يعني واقف على الخط بيستعد كانه لسه يعني جوه الملعب، شفنا دموعه بعد الماتش، شفنا مؤازره الجمهور ليه ولفرقته برغم خسارته مع بدايه الدوري قدام بتروجيت، واللي كانت لصالح اخوه صحيح وشقيقه الاكبر كابتن هاني مصلحي اللي بيدرب نادي بتروجيت حاليا، الا انه كابتن محمد مصلحي الحقيقه يظل شخصية استثنائية عنيدة، يعني ما بتفكرش في حاجة غير ان هي تنجح، من وهو لاعب ولحد ما بقى مدير فني مر برحلة طويلة جدا، بس الجميل فيها ان هي دايما جوه النادي الاهلي من اول وهو في قطاع الناشئين ولحد دلوقتي. كابتن محمد برحب بيك. حضرتك الف الف مبروك الفوز الاخير على الزمالك، كان يعني ماتش صعب جدا جدا، كلمني عنه. اولا بشكر حضرتك جدا على المقدمه. الماتش كان صعب بصعوبته ان احنا كنا طبعا زي ما قلتي غلبنا من بتروجيت في اول الدوري. كان موقفنا كان هيبقى صعب جدا لو كنا خسرنا لا قدر الله، كان هيبقى مش بايدي بقى ان انا، لان انا عايز اكسب الدوري مش بايدي، هنستنى نتائج ثانيه فرق ثانيه تكسب نادي الزمالك، وان احنا نكسب الماتش بقى الاخير اللي هو نادي الزمالك الدور الثاني يعني. ففوجئنا طبعا بحضور مجلس الاداره يمكن بالكامل، انا فوجئت والله فعلا، رغم ان الماتش صعب لان هم عندهم ثقه كبيره في الفرقه، تقدمهم طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي بشكره جدا ان هو كان موجود في ماتش اول امبارح، والحمد لله يعني ما خذلناش الجمهور وعملنا ماتش هايل فنيا يعني. ليه كنت حاسه ان انت مضغوط؟ يعني كان في ضغوطات، كان في دموع، كان ماتش غريب شويه، حتى انتهى بطريقه دراميه، انا بسميها بطريقه فيها دراما، لان انت الشوطين الاولانيين تقريبا يعني كان فوز ساحق للاهلي، بعد كده الشوط الثالث تقريبا كنا يعني فرق 7 نقاط ما بيننا وما بينهم، بعد كده عوده الاهلي كانت سريعه جدا،
فده حصل بسرعه كمان قوي. فايه اللي حصل؟ يعني هو الماتش الحمد لله كان ماشي كويس جدا الشوطين الاولانيين، وطبعا احنا بنلعب فرقه كبيره جدا ممكن ترجع في اي وقت للماتش، وهو ده اللي كان حصل في الشوط الثالث، حصل ايكوال او تعادل يعني كذا مره. لكن الحمد لله باصرار اللعيبه وكم تغييره كده عملناها عملتها يعني الحمد لله الماتش رجع يعني او الجيم رجع وقدرنا نكسب 3-0. بالنسبه للضغوط طبعا زي ما قلت لك يعني او الضغط فعلا كان كبير جدا عليا وعلى الفرقه بالذات، لان احنا بقول لك خسرنا ماتش وكان دايما الجمهور بيتطلع للفرقه دي بالذات او فرقه الفولي بالنادي الاهلي دايما يتطلع للمكسب. حصل انتقادات كتير جدا للفرقه وليا والمسؤوليه انتقادات ايه؟ انتقادات يعني اهمها طبعا يعني الكبر سن اللعيبه يعني لا دي انا لا لا دي فرقه العواجيز دي ليها موضوع قصه يعني بس يعني انتقادات دي وان انا ما بطلعش لعيبه ناشئين وان المحترفين اللي بجيبهم مش على قد المستوى، كل ده طبعا يعني غير صحيح بالمره، ولو عايزه طبعا نسرد الموضوع ده ما فيش مشكله، لكن هي المسؤوليه هي اللي خلتني يعني يمكن دموعي سبقتني شويه، انا دموعي قريبه شويه، بس هي المسؤوليه، مسؤوليه بقى مسؤولية كم مليون واحد عايز يفرح، مسؤولية مجلس إدارة حط ثقة في الفرقة دي، مسؤولية اللعيبة، كل ده مسؤولين مننا. فالحمد لله يعني ربنا كل المجهود بمكسب قدرنا ان احنا نرجع تاني للدوري، وان شاء الله عندنا ماتش بعد بكره مع الترسانه، اذا كسبناها هنعتلي الدوري ان شاء الله ونكمل بعد كده الدور التاني باذن الله. ودايما في اعتقادي انه الاهلي دايما يعني بيحضر في الوقت المناسب. صحيح كنت عامل جيم رائع جدا وخلص صحيح ثلاث اشواط يعني 3-0 على الزمالك، بس ده يعني مش بالسهل كده، وانا دايما اقول انه مفيش نجاح بياتي بالصدفه. فكلمني عن الاستعدادات دي. اكيد لا احنا بنتكلم على ديربي، على فكره يا جماعه عايز اقول لكم حاجه، ويعني يمكن تاريخ النهارده بنتكلم على تاريخ او بالارقام القياسيه، النهارده في تاريخ ديربي الاهلي والزمالك في طايره رجال 12 ديربي صح، 12 مباراه بين الاهلي والزمالك صح، والاهلي لم يخسر الا ماتشين فقط، يعني فوز الاهلي كان في 10 ماتشات وخسرتين على بالمناسبه يعني كانوا تحصيل حاصل صحيح. فكلمني بقى عن التاريخ ده، كلمني عن يعني قد يعني ايه كان اهميه معينة يعني مع الفرقه على مدار تاريخ الفولي بول في النادي الاهلي. لا النادي الاهلي لعب الزمالك كتير جدا يعني كان في طبعا يعني خلينا في فتره ما انا مسكت مدير فني انا لعبتهم تقريبا 12 مره، كسبت 10 وخسرت مرتين، مرة كانت مهمة ومرة ما كانتش مهمة. اتكلمني كابتن على الاستعدادات الخاصة، أكيد بين الأهلي والزمالك بتبقى ليها استعدادات وطقوس عن أي مباراة الأهلي بيواجهها مع أي نادي آخر. وأولا يعني احنا ابتدينا الدوري كان ست يعني 4 مجموعات، كان في مشكلة كبيرة جدا إن الكورونا ضربت الفرقة، كنت أنا منهم وعشرة كمان، اضطرينا طبعا كان نضغط الماتشات للدور التمهيدي لغايه لما الحمد لله خلصناها. وبعدين كان في مشكله استقرار الدوري مع الاتحاد، عملنا اجتماع مع الدكتور سامح حمدي وهو سمع لكل الاطراف وقرر استئناف الدوري بشكل منتظم. يعني بالنسبه بقى لمستعدات ماتش الاهلي احنا بنلعب كل يوم جمعه واثنين. طبعا طلبت من النشاط الرياضي معسكر بدري يوم، بصراحه كابتن رؤوف وافق فورا لان عارف ان قد ايه الماتش ده مهم جدا. اتمرنا كنا بنتمرن صبح وبعد الظهر كتير يعني الحمد لله، يعني كان الطلبات اللي طلبتها من النشاط الرياضي تم توفيرها تماما، وعملنا محاضرتين على فرقه نادي الزمالك، على يعني مش عايز اقول لك يعني ان انا المحلل اللي معايا ما نامش يومين معايا، عايز اقول لك عملنا تحليل 5 ماتشات للنادي الزمالك والحمد لله جابت نتيجه كويسه جدا، فرقت مع اللعيبه. طبعا بنحفظهم كل حاجه. بعيدا عن الفنيات، انت في لعيبه من النهارده بيتدربوا تحت ايدك زميلتهم في الملعب، والحقيقه يعني فريق الفولي بول في النادي الاهلي بيجمع يعني اعمار سنيه مختلفه كتيره جدا. قول لي بقى كابتن محمد مصلحي بيتعامل يعني، هل ده بيشكل لك ده ضغط مثلا من نوع اخر؟ بتقول ايه للعيبه بخلاف الفنيات؟ كابتن محمد مصلحي اكيد يعني مش بسهوله التعامل مع الاعمار السنيه المختلفه دي. هو انا في 3 لعبت معاهم، هم لعبوا معايا، احمد صلاح وعبد الله عبد السلام ومحمود رؤوف، دول 3 دول لحقوني يعني. عبد الله واحمد حوالي 4-5 سنين كانوا معايا قبل ما بطل سنه 2006، هم كانوا معايا لانهم مميزين جدا، فكان اي مدير فني بي بي
بيمسك الفرقه كان بيساعدهم معانا يعني. فهم كان من مميزاتهم لعبوا معايا. ف اي بقى اي تعامل تاني هم في اصدقاء وفي اصحاب وفي اصغر منك وفي ولادي وفي اخواتي فكلهم عارفين الكلام ده كويس يعني. هي الحاله المعموله مع اللي انا عاملها مع الفرقه انا بحبهم جدا جدا بعشق الفرقه دي يعني. انا بقول لك انا يمكن بقالي 35 سنه في شهر 6 الجاي هكمل 35 سنه في النادي ما شاء الله من غير ما اسيبه خالص. لعيب 20 سنه مدرب ومدرب عام 10 سنين وخمس سنين مدير فني ما شاء الله. فشهر الستة الجاي ده هكمل 35 سنة من غير ما خطي خطوة برا النادي الأهلي يعني. ما شاء الله. فأنا يعني الحمد لله أعرف زملت ناس كتير واللعيبة دي فعلا أنا بعشقهم وبعشق الفرقة دي ويعني الحمد لله كان في كثير جدا من الانتصارات وقليل من الإخفاقات لكن الحمد لله بشكر ربنا يعني على ان انا اداني الفرصه دي ان انا امرن الولاد دول لانهم فعلا ممتازين جدا ويعرفوا يعني ايه النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. الجمهور دايما بيلقبك بصانع او قائد كتيبه الماسترز اللي هو جيل الحالي ده، ويمكن التقارب السني ما بينك وما بين بعض اللعيبه يمكن ابرزهم احمد كابتن احمد طبعا، يعني ده ممكن يخلي شويه يقول ايه ده ما بيعرفش يتفاهم قوي مع القريبين من سنه او في نفس سنه. وبالتالي كمان يعني اللعيبه كمان الاصغر سنا ممكن ده برضو يعني دي ممكن تكون تركايه عند المدير الفني اي مدير فني. مش بتكلم عن محمد بصلحي يعني، بتتعامل مع التركايه دي ازاي لانها كانت ممكن تعمل مشكله ان انت تسيطر على اللعيبه دي، عامله لك فعلا مشكله اولا يعني ولا انت شخصيتك فعلا لا يعني اسهل ناس تتعامل معاهم بتعامل مع احمد صلاح وعبد الله والناس الكبيره وعبد اللطيف ومحمود رؤوف هم دول اسهل ناس حسام وقطب ناس كبيره عارفه كويس جدا واجباتها ايه ووظيفتها ايه سهل جدا التعامل معاهم. مين اللعيبه اللي صعب التعامل معاها؟ الولاد الصغير الاصغر الاصغر ما هو يعني هو كان حصل هجره جماعيه كده في النادي سنه 2014 وكان ساعتها طبعا كان في مشاكل وخسرنا كتير يعني. انا قررت ان انا ارجع الناس دي لان الناس دي تعلم الولاد الصغيرين يعني ايه الالتزام ويعني ايه النادي الاهلي، بجانب طبعا اللعيبه اللي كانت موجوده سواء كان حسام او قطب او عبد الحليم او عبد العال او معوض الناس دي فضلت النادي الاهلي. لكن لما حصل الهجره دي اضطريت برضو ارجع لازم نرجع الناس الكبيره انت دي. انت كان ليك ايد في في رجوع الطيور المهاجره دي زي ما بتقول. طبعا الحمد لله رجعت عبد الله ورجعت احمد ورؤوف وعبد اللطيف وعملت كم صفقه كده كويسين يعني كنت جبت محمد عبد المنعم وكنت جبت محمد عادل ويعني وسعيد يعني ناس الحمد لله يعني عملت فرقه بتعتبر من جديد. كان رجوعهم يعني كان سهل عليه يعني سهل عليهم ان هم يرجعوا تاني النادي الاهلي ولا لا بقى بصفتهم بقوا محترفين فالموضوع بيكون اكثر صعوبه ان هم يرجعوا مره تانية؟ لغايه وقتنا هذا عبد الله واحمد بيجي لهم عقود لغايه والله. وقتنا لغايه وقتنا وانا هم يجوا يقولوا لي بيوروني فعلا يعني الوكيل يعني في او وكيل بيجيب لهم عقود وانا ما بعمل نفسي مش شايف بجد طبعا لا عبد السلام واحمد اللي هم العواجيز يعني هم فرقه العواجيز. ايه حكايه فرقه العواجيز دي؟ يعني كمان يعني عشان خاطر احمد وعبد الله وعبد اللطيف 35 سنه يعني عبد الله 37 احمد 36 عبد اللطيف 37 محمود 35 الباقي كله يعني الحمد لله يعني عندنا بقى حسام وقطب وفوق يعني 31 32 معدل عمر الفرقه كبير شويه لكن في طبعا لو هنتكلم لا في اولاد صغيرين عندنا محمد عادل واحمد سعيد نجم مستقبل وعندنا محمد رمضان عندنا شريف معار لبتروجيت دول الجيل الثاني في الجيل الثالث بقى الاولاد الصغيرين اللي انا اديتهم اعاره لنادي بتروجيت في يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر زكريا وفي محمد عثمان كل دول كانوا بيتمرنوا معايا في الاولاد الصغيرين بقى الناشئين اللي بيطلعوا معايا مروان صافي وزياد اسامه وكتير جدا يعني انا حوالي 22 لعيب كانوا معايا ما شاء الله. في ناس بتاخد فرصه يعني لو في فرصه ان هي بتاخد في الدوره التمهيديه بتاخد لكن انا ما اقدرش ادي فرصه دلوقتي للولاد الصغيرين لان اي لطشه او اي ضربه بتاثر على الدوري كله. فانا انت عارف لو بنلعب زي كره السله مثلا من الاول للثامن تحديد مراكز مجرد ان الدوري من الاول للثامن تحديد مراكز كنت اديت الولاد دي كتير ما همنيش اي حاجه لكن الماتشات عندك يعني بفوره
صح؟ يعني كده. لو تكسب يا خساره، حتى لو ثلاث، لو كسبت 3-2 ببقى بفقد نقطه، فده بيأثر على مسيرتي في الدوري، فما بقدرش اغامر قوي في الادوار ديت اللي انا فيها. ان انت تدفع بلعيبه صغيره السن، لكن انا بدفع دلوقتي بعبد الرحمن الحسيني، ولد من احسن لعيبه مصر في سنه، بديله ساعات دلوقتي في الوقت دوت اللي احنا فيه، يعني الحمد لله فيه، يعني عايز الناس ما تقلقش من الموضوع ده خالص يعني ان شاء الله. لما كسبت على الزمالك اول امبارح، وكنا الحقيقه احنا بننقل هنا الماتش، يعني كان من صباحيه ربنا، وكابتن هيثم السعيد الحقيقه يعني دايما نجم التغطيات اللي زي دي، فاول حاجه عملها احمد وعبد الله زمايله يعني كبار في السن، جرحوا على الكاميرا وقال ايوه احنا فرقه العوجيز، ايوه احنا فرقه، ده عشان ربنا الحمد لله كلل مجهودهم بالنجاح. لكن على مستوى بقى الصحوبيه اللي بينك وما بينهم، وعلى مستوى السوشيال ميديا بيحصل كلام مختلف، يعني الكلام ده لما بيتقال او هم بيسمعوه او بيوصل لهم، ازاي بيتعاملوا معاه؟ بيجوا يقولوا الكابتن محمد مصلحي ايه فيه؟ احنا لازم نبطل كابتن مصلحي، احنا فعلا كبرنا. طيب كابتن مصلحي احنا لازم نعتزل، ده التوقيت يعني بيقولوا ايه؟ هم مش متابعين يعني عبد الله واحمد، مش متابعين السوشيال ميديا قوي يعني الفيسبوك والكلام ده كله، ما بيلتفتوش خالص ليه يعني. يعني هم يعني عايز برضو اوجه يعني احنا عندنا في الفولي اما نيجي نقول اللعيب ده كبر وبطل، اولا هو اللي يقرر اذا كان هيبطل ولا لا، اللاعب نفسه، اللاعب نفسه هو حاسس ان هو يبطل ولا لا. تاني حاجه، انا لو قلت له ان انا مش عايزك السنه دي خلاص، هو حر يشوف نادي تاني يا اما يبطل يعني اي حاجه. لكن في عندنا هل هو امكانياته الجسمانيه تساعد على ان هو يكمل يعدي سن ال 40 ولا لا، مركزه ايه، يعني حاجات دي كلها بتفرق. يعني احنا عندنا بسم الله ما شاء الله عندنا الكابتن اشرف ابو الحسن نجم نادي الزمالك دلوقتي، لعب في الجيش واسمه عنده 46 سنه بسم الله ما شاء الله ربنا. في كابتن حمدي الصافي لعب عدى بعد ال 40، ماجد مصطفى عدى ال 40، في ناس كتير جدا عدت ال 40 ولعبت وكان ليها تاثير جامد جدا في انديتها. انا اتوقع ان عبد الله واحمد يعدوا السن دوت يعني ان شاء الله باذن الله يعدوا سن ال 40 ان شاء الله. احنا معانا واحد من العواجيز كابتن عبد الله عبد السلام، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بيك، الف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك يا رب. بتردوا دايما في الملعب؟ الاول طبعا برحب بحضرتك وبرحب بكابتن ميدو مصلحي وكابتن هاني، موجود اكيد طبعا معاكم. لا بعد الفاصل هينضم لينا ان شاء الله، بس سامع اكيد، قاعد سامعك اكيد، وصل له يعني. فطبعا اول حاجه كل سنه طيبين وانت طيب، الايام المباركه اللي احنا داخلين عليها ان شاء الله شهر رمضان الكريم على الشعب المصري كله وعلى جميع النادي الاهلي يا رب. طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني كابتن محمد اكيد اتكلم في كل حاجه بخصوص الفرقه. طبعا احنا النادي الاهلي طبعا زي ما حضرتك عارفه مركز اول بالنسبه لنا، ده حاجه مهمه ولازم. فطبعا بغض النظر بقى عن الكلام اللي بيحصل اللي هو داير حوالين الفرقه، سواء بقى الناس اعمارها سنيه كبيره، الناس الصغيره ما بتلعبش، الناس كل الحاجات دي كلها، طبعا في جهاز فني محترم. كابتن محمد مصلحي طبعا زي ما قال وبيقول في كل حته، احنا عندنا اربع اجيال، ما فيش فرقه دلوقتي في مصر او في افريقيا عندها الاربع اجيال بنفس السن اللي احنا ماشيين بيه، ناس كبيره وناس شباب وناس ناشئين طالعه من تحت بتكمل معانا. انا يعني معتقد لو حاطط قبل كده في النادي الاهلي ممكن يكون حاطط جيل وجيل وراه بيكمل. فاما دلوقتي يعني احنا عندنا اربع اجيال مختلفه الحمد لله رب العالمين ماشيين بصوره كويسه جدا. فاما بقى حضرتك بتتكلمي عن الرد في الملعب على حكايه السن او اي حاجه ثانيه بتخص الفريق، طبعا احنا عمرنا ما التفتنا والله للكلام ده خالص. طبعا احنا حصل اخفاق في ثاني ماتش في الدور الاولاني، طبعا كان يعني ما كانش متوقع وحصل بدري جدا، بس طبعا يعني الناس كلها اللي موجوده طبعا خبرات وجهاز فني محترم الحمد لله رب العالمين كتفنا واشتغلنا وصلحنا الاخطاء اللي عندنا وابتدينا خلاص بقى نركز اكتر. خلاص اول مره تعرف حاجه زي كده من اربع سنين الحمد لله رب العالمين، يعني بنفوز على طول يعني لحد اخر الدوري بنحسم الدنيا قبلها بكتير. حطينا نفسنا في ازمه، بس الحمد لله رب العالمين لا قوتنا والحمد لله احنا اقوياء في الجهاز الفني وفي اللعيبه وجماهيرنا ومجلس ادارتنا. فالحمد لله رب العالمين. يعني ماتش اول امبارح بتاع الزمالك طبعا ده خير رد للفرقه واقفه على رجليها، والفرقه الجهاز الفني محترم ولعبتها كلها ولعيبه النادي الاهلي كلها محترمين، والحمد لله رب العالمين نقدر نحسم ان شاء الله رب العالمين
الدوري والكاس ان شاء الله، ولنا نصيب ان نشارك في افريقيا ان شاء الله رب العالمين، تبقى من نصيبنا باذن الله. يا رب يا كابتن عبد الله. بس انا عايزه اعرف حاجه، يمكن انا فاهمه من كلامك دلوقتي وكلام كابتن محمد مصلحي قبل مداخلتك انه الفولي بول يعني ملوش سن معين، صح؟ يعني ملوش سن اعتزال معين، طول ما فيك المهاره او البنى الجسمانيه تساعدك فانت فيك تدي في الملعب، صح كده؟ مظبوط. اللعيبه الكبار، انت عبد اللطيف عثمان، احمد صلاح، اللعيبه الكبار اللي في الفرقه، وهي فرقه الحقيقه بتضم اعمار سنيه كتيره جدا، اكيد ليها جلسات خاصه، يعني ليها قبل الماتشات المهمه اللي زي دي ليها جلسات خاصه وكلام من نوع اخر، لما بتقعدوا مع بعض وتتجمعوا بتتكلموا وبتقولوا لبعض ايه؟ بتحفزوا يعني حتى كمان على فكره على مستوى ال 100 ماتش، يعني انتوا كابتن محمد مصلحي ازاي بيحفز او ازاي بيديكوا الدوافع، ازاي بيخلق لكم دوافع جديده اصلا؟ انا سالت 100 سؤال. تمام. لا انا هرد على حضرتك حاجه حاجه. طبعا هرد على حضرتك اول حاجه بخصوص موضوع اللعب، موضوع السن. طبعا كابتن محمد والجيل الذهبي، كابتن ماجد مصطفى وكابتن حمدي الصافي وكابتن عمر رشدي وكابتن هاني مصلحي والجيل العمالقه كابتن وائل عادل كان معاهم كمان. طبعا الجيل ده احنا عاشرناهم، فالجيل ده جيل ذهبي يا جماعه، في كان جيل ذهبي في النادي الاهلي. في طبعا بعض اللعيبه منهم كملوا، طبعا زي ما كابتن محمد مصطفى اتكلم، ناس عدت ال 40، وفي ناس لحد دلوقتي برضو زي كابتن اشرف حسن نجم الزمالك وسموها حاليا، طبعا ربنا يديله الصحه، طبعا بيلعب لحد سن 46 سنه، ربنا يكرمه يعني ويوفقه. فده طبعا بتبقى رغبه من اللعيب اول حاجه. طبعا زي ما كابتن محمد بيتكلم على جسم اللعيب، هل هو يسمح يكمل ولا لا. مركز اللعيب طبعا مهم جدا في بالنسبه للفولي، عشان لعبتنا شاقه ومتعبه جدا، بتحتاج مجهود عالي ومجهود بدني وذهني عالي جدا. فطبعا كل ده بيرجع للعيب ورغبته، وهل هو عاوز او التارجت بتاعه ايه او نفسه يكمل ازاي. تاني حاجه برضو يعني بالنسبه للسن، طبعا احنا عندنا في مصر اول ما اللعيب بيعدي 35 سنه بيبقى لا خلاص ده كبر، لازم يدي الصغير فرصته، لازم ويبتدوا يهاجموا في الناس الكبار. انا احكي لحضرتك برضو، انا اسف يعني في الموضوع الطاوله، يعني وانا صغير كان عندي 24 سنه 25 سنه، كنت احترفت في ايطاليا ورجعت على منتخب مصر بنلعب فريق ايطاليا. فريق ايطاليا كان اعماره الناس كلها فوق ال 32 و 33 سنه، والمدرب بتاعهم كان لسه بيقول عليهم لسه شباب. والله وانا عندي 24 والله العظيم انا عندي 24 سنه. طبعا لعبتنا كل ما تكتسبي خبره وكل ما تلعبي كتير طبعا وزنك بيتقل في الملعب، خبرتك بتبقى زياده، فلعبتنا كل زي ما بيقولوا كل ما الواحد بيتقل سنه بيتقل في اللعب، طبعا بيديله خبره وبيديله ارتاحيه وخلاص يبقى زي ما بيقولوا شارب المنهج وخلاص شرب الصنعه، فبالنسبه له الامور بتبقى سهله. ده بالنسبه لسننا، إيه طبعا عكس الكوره عكس الباسكت، طبعا كل لعبه وليها التوب فورم اللي اللعيب يوصل ليها او لحد سن معين يتبطل فيه. ده طبعا في العاب فرديه زي ما حضرتك عارفه بيبطلوا في سن صغير. فطبعا لعبتنا احنا غير، يعني لعبتنا كل ما تقعد في الملعب اكثر وجسمك سامح هرموناتك سامحه طبعا تقدر تكملي زي ما انت عايزه. بعد اي تسجيل في المباراه بتاعت اول امبارح دي كنتوا بتجروا على كابتن محمد وتحضنوه كده ودموعه نزلت بقى، وكان في كده حاله يعني مش بس حاله فنيه في الملعب، الحقيقه روح مختلفه، يعني اجواء مختلفه، عيله واحده كمان. طبعا مع حضرتك طبعا كابتن محمد مصلحي او ميدو زي ما احنا متعودين من احنا صغيرين، يعني انا صغير طبعا دخلت النادي الاهلي ولعبت درجه اولى، الاول كنت بتفرج عليه. بعد كده ابتديت اتمرن معاه، بعد كده ابتديت العب معاهم في الجيل لحد ما هو اعتزل، واحنا بعد كده احنا كملنا. طبعا انا يعني الحمد لله رب العالمين حضرت معاه كل الاعمار زي ما بيقولوا، كل السنن الرياضيه او سنه الحياه اللي انت اتفرجت عليه، وبعد كده اتمرنت معاه، بعد كده حضرته مدرب، وبعد كده حضرته مدير فني النادي الاهلي، وحضرته مدير فني منتخب مصر. فطبعا العلاقه بينا يعني هو من زمان، هو الجيل بتاعه طبعا اما اقتنعنا لهم يعني اتعلمنا منهم، وهم طبعا يعني ربنا يبارك لهم ما بيخرجوش علينا في اي حاجه خالص، ساعدونا كتير وخدوا بايدينا. فطبعا العلاقه اخوه قبل ما تبقى العلاقه اخوه جوه الرياضه، هي بره الملعب طبعا. فطبعا ميدو بالنسبه لنا اخ كبير واخ عزيز وشخصيه محترمه، اللعيبه كلها بتحبه اللي جوه النادي وحتى بره النادي، كل الفرق الرياضيه
بيحبوه بيكونوا كل الاحترام والتقدير. طبعا احنا بالنسبه لنا اخ كبير طبعا خلاص احنا فاهمينه، انا فاهم ان انا عندي 24 سنه او عندي 22 سنه من ساعه ما كانت درجه اولى، انا خلاص فاهم ميدو كويس جدا. ميدو فايتر ده من العين بقى، تفهم بعض من العين من العيون. يعني عنده الخساره دي يعني ممنوع خالص في حياته، حتى في التمرين ما بحبش يخسر النقط، حتى ما مثلا واحنا صغيرين كنا ساعات بنحب نتنافس معاهم في التمرين، لا روح القتاليه عاليه. وطبعا حماسي جدا فايت، يعني يعني حد دلوقتي مثلا لو عايزين نلعب معاه اي حاجه في البولي يعني اثناء التمرين طبعا بيبقى هو مش عايز مثلا يخسر يخسر معانا. ف لا هو طبعا اخ كبير واخ عزيز يستاهل كل خير الصراحه. يعني الفتره اللي فاتت كان مضغوط جدا احنا وهو، يعني اللعيبه الكبيره احنا حاسين بيه، اللعيبه الصغيره برده كانت حاسه، بس بالذات اللعيبه الكبيره عشان احنا عشان الراجل دوت عارفين الوقت اللي بيبقى فرحان فيه، عارفين الوقت اللي هو بيبقى مضغوط فيه، فحاسين بيه في كل حاجه يعني. فطبعا بعد الاخفاق اللي حصل حمله رهيبه يعني على على الراجل، يعني مع احترامي شديد ما يستاهلش يعني كتر الكلام اللي حصل دوت. فطبعا بعد ماتش الزمالك طبعا انا بعد كده لما شفت الفيديو لما روحت طبعا هو عمل انترفيو، طبعا الراجل يعني مش قادر يعني كان ساعتها يتكلم طبعا من كتر الضغط اللي فيها، لا الفرقه واقفه على رجليها، الفرقه محترمه، الناس شغاله كويس جدا، فهو طبعا غصب عنه طبعا اللي حصل دوت. فالحمد لله رب العالمين، يعني ربنا الحمد لله رب العالمين كل زي ما بتقول في الضيق ربنا بيكرمه الحمد لله وبيفتحها في وشه قدام الناس كلها، عشان ربنا بيكرمه بيقول انت احسن مدرب في مصر، انت راجل محترم، انت راجل تستاهل كل خير، راجل بيتقي شغله، بيتقي زي ما بيقولوا اللعيبه كلها، اللعيبه كلها بتحبه وكلنا احنا حواليه. انا بقول له بوعده ومع حضرتك كده ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمنا بالدوري ان شاء الله رب العالمين والكاس والبطوله الافريقيه، وربنا يبارك لك ويخليك لوسته الكريمه، انت شخصيه محترمه وانسان محترم وتسال كل خير يعني. لا محتاجين رد، انا مش عارف والله اقول لك اكتر كده والله. ترد عليه، ترد عليه بصفتك زميله ولا مديره الفني في الملعب؟ رد عايز عليه، ترد عليه ازاي؟ اخوك هو اخويا الصغير زي ما قلت لك، يعني عبد الله من الناس طبعا البولك والله هو بيحب النادي الاهلي جدا، اهلاوي فظيع، بيروح ماتشات الكوره وبيتفرج على ماتشات السله وبيتفرج على ماتشات الهاندبول، مشجع درجه ثالثه فعلا. فانا يعني بحترمه جدا وبحترم عقليته جدا الاحترافيه سواء هو وجميع زمايله الكبار، وربنا يكرمك ان شاء الله وسلم لي على بناتك. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك لاولادك وان شاء الله كده على الفرحه دايما متجمعين ان شاء الله، ودايما بتنور النادي الاهلي ومنور النادي. شكرا ليك يا كابتن، شكرا ليك يا كابتن عبد الله، تحياتنا لكل زمايلك. ميرسي يا حبيبي، شكرا ليك. بمناسبه بنات ولادك، فين من اللعبه؟ انا عندي بنت 24 سنه بتشتغل ما شاء الله، وزياد بيدرس في روسيا، ومازن هو بقى اللي لعب فولي في 17 سنه بيلعب مركز 4 يعني برضو. ليه ما يعني ما مشوش على نهج بقى باباهم؟ يعني ليه يمكن الامكانيات الجسمانيه بتاعت زياد ما ساعدتوش شويه، لكن مازن هو ماشي في الطريق وان شاء الله ربنا يوفقه يعني ويكرمه باذن الله. لو ما كنتش لعب طايره يا كابتن محمد كنت بقيت ايه؟ لعب كوره بموت في الكوره. والله طب ليه ما دخلتش كعيب كوره؟ ليه البركه في عيني اخويا بقى هو اللي صمم ان انا العب فولي يعني. كابتن هاني وصلحي المدير الفني البتروجيت اللي هزمكم، كانت ايه اسباب الهزيمه؟ عدم يعني احنا لعبناهم في الدور التمهيدي رايح جاي، كسبناهم 3-0. يعني الناس افتكرت ان الماتش سهل شويه، لكن هو عامل فرقه محترمه جدا في بتروجيت، ولاد صغيرين، وزي ما قلت لك برده احنا مدين لهم 3 لعيبه اعاره، فلعبوا ماتش كويس جدا بصراحه وكسبوا. ايه اتكلمتوا بعد الهزيمه في حاجه؟ طبعا هو كان بيقول لي انا مش عارف يعني افرح ولا اعيط ولا ازعل ولا ايه، لان هو طبعا هاني برضو اهلاوي جدا. لكن قلت له طبعا تفرح ان انت عملت فرقه ومحترمه وماشي كويس قوي في الدوري يعني، وقدرت تنجح يعني. هو بينجح الحمد لله. عايزه اتكلم، انت طبعا انت مشجع اهلاوي من صغرك انا عارفه، ويعني بس لو كنا بنتكلم كمان على لما النهارده بنشوف انتقادات شويه جدا برضو بتوجه مش لكابتن محمد مصلحي بس، لان انا حاسه الموضوع دوت مأثر عليك شويه، ويمكن عبد الله عمل ستريس عليه يعني، انتقادات عنيفه شويه.
بتتعامل معها ازاي؟ ولما بتشوفها في الكورة بتحمد ربنا ان انت لعبت في الفولي بول، لان الموضوع يعني يمكن في كرة القدم اكبر شوية؟ بصراحة يعني هي يعني في ساعات بتبقى زيادة عن اللزوم، يعني اللعيب مش ممكن ابدا او المدرب مش ممكن ابدا يتمنى ان هو يخسر او يعني او ان هو يؤدي ماتش سيء، يعني بترجع توفيق. يعني انا مثلا مروان محسن يعني من الناس اللي بيصعبوا عليا جدا في السوشيال ميديا بالكلام، يعني في انتقادات عنيفة جدا عليه. لما الواحد برضو بيبقى فيه تجاوز، لان انا يعني الناس كلها دلوقتي بتشوف السوشيال ميديا وفيسبوك بالذات. طب انا مراتي لما تشوف الكلام دوت، بنتي، ابني، امي لما تشوف الكلام ده، يعني انا بحرج منه يعني. فهو ده اللي بيصعب عليا. لكن انتقد ادائي في الماتش، ده حق اصيل لكل مشجع، لكل انتقد ان انا ما عملتش كده على عيني وعلى راسي. لكن توصل لحد الاهانه، لا، ده ان انا بيصعب عليا يعني. لا دلوقتي بتحمد ربنا انك ما لعبتش كوره، ولا لا برضو كنت تفضل انت كنت الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه يعني. الحمد لله يعني انا راضي باللي انا فيه. لا رد عليا، مش رد دبلوماسي، جاوبني. لا الكوره طبعا حاجه تانية خالص. الكوره طبعا حاجه، خصوصا النادي الاهلي، يعني خصوصا الكوره في النادي، منظومه الكوره في النادي الاهلي حاجه يعني تتجه شويه لاوروبا، يعني حاجه منظمه محترمه جدا، كله بيشيد بيها بإدارتها بلعبتها بكل حاجة. يعني الواحد يتمنى طبعا أنه كان يبلح الكورة. الميت ماتش اللي عايز أتكلم عنه، طبعا أنتوا حققتوا أرقام قياسية جدا في اللعبة دي، طيارة رجال الأهلي. بنتكلم مش مسابقة دوري بس، بنتكلم دوري وكاس وأفريقيا كله، وفي طريقكم إن شاء الله أن أنتوا تسجلوها في موسوعة جانس. عايزك تكلمني عن الرقم القياسي ده، وازاي اتعمل على مدار التاريخ ده، مدار مشوار طويل. بصراحه انا ما كنتش بعيد، لكن الاولاد في السوشيال ميديا برضو، دي مميزات من مميزات السوشيال ميديا، الاولاد في صفحات المختلفه بتاعت العاب صالات هم اللي ابتدوا يعدوا الماتشات دي. والله فعلا. وعملوا ده، هم كمان هقول لك مفاجاه، ان هم امبارح احنا فرقه الفولي اكتر فرقه متوجه في العالم كله ببطولات. انا عارف في العالم كله 80 بطوله، واكتر فرقه متوجه ببطولات قاريه هي فرقه النادي الاهلي 20 بطوله، والفرقه اللي تحتيكوا تقريبا يعني حاجه و70 او يعني. فهم الاولاد دول هم اللي بيجيبوا وبيتابعوا الكلام ده كله. فال100 ماتش هم تابعوها، ووصلنا لغايه بطوله افريقيا وخلصنا لغايه 84 ماتش. فابتدينا السنه اللي فاتت من 84 ماتش، المنتخب خد 10 من عندي، فاضطريت العب بالناشئين اللي هم بيقولوا ان انا ما بطلعش ناشئين. ابتديت العب الدور التمهيدي كاملا بالناشئين، وكملنا ال100 ماتش بالناشئين، كملنا ال100 ماتش ووصلنا لغايه 102 بدون خساره، الحمد لله بدون خساره، لغايه بقى ما الفرقه رجعت. كان طبعا كان ممكن الرقم ده يتكسر لو قدر الله، لو خسرت اي ماتش في ماتشات الدور التمهيدي بتاع السنه اللي فاتت. لكن الحمد لله كملنا بالولاد الصغيرين لغايه لما الفرقه جت، وكملنا لغايه 102 ماتش بدون ما شاء هزيمة. الله ما شاء الله. ده مش بالصدفه، انا دايما اقولك دي كلمتي دايما، اكيد في جهد، اكيد في التزام، اكيد في دعم كمان من مجلس اداره بيعي تماما جدا ان النادي الاهلي مش بس كره القدم، لا جميع اللعبات، سواء اللعبات الفرديه الجماعيه، هو الدعم اللي بيقدم في كرة القدم بيقدم أيضا في جميع اللعبات. كابتن محمد، لا في الفولي بول فرق إزاي بقى دعم مجلس الإدارة؟ أولا ما فيش حاجة بتيجي بالصدفة، كله بالتعب والمجهود والحمد لله الفرقة بتتعب جدا، بتتمرن صبح وبعد الدور. يعني في صور كتير جدا الولاد بيناموا في أوضة اللبس ما بين التمرينين، وبنتجمع مع بعض ونتغدى مع بعض وبنروح التمرين مع بعض. فكل الكلام دوت بيجي مش ببحث صدفه ابدا، يعني بمجهود وبعرق وبالتزام كبير جدا، مسؤوليه كبيره جدا. والولاد عارفين كويس قوي هم بيلعبوا في النادي الاهلي، يعني مسؤوليه. بالنسبه لدعم المجلس الاداره، الحمد لله من ساعه لما اتعينت، يعني الحمد لله مجالس الادارات سواء كان المجلس السابق او المجلس الحالي ما بخلوش علينا باي حاجه خالص. كابتن محمود الخطيب ومجلسه جبنا كميه اجهزه كبيره جدا، جبنا معدات كتيره جدا للتدريب، اجهزه حديثه جدا، كل مطلوب حاجه بمنتهى الامانه ما فيش تتوفر تماما. طبعا انا كلامي كله مع مدير النشاط الرياضي كابتن رفاعي عبد القادر، بطلب منه، هو بيعرض على مجلس الاداره او المكتب التنفيذي، المكتب التنفيذي بيوافق. يعني بقول لي حضرتك ما فيش اي جهاز او اي حاجه الا ما تم توفيرها لفرقه الفولي. لعيبه اجانب على طول، محترفين بيجوا اخرها مثلا كرازيمير اللي جاي ده جه في اسبوعين،
قدمت ورقه فعلا لان كان في اثنين عندي مصابين عبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودي، الاثنين كانوا مصابين يعني اضطريت ان انا بلعب باثنين بس في مركز، يعني هما الاثنين دول بيلعبوا في مركز واحد، فاضطريت ان انا اطلب من الكابتن رؤوف محترف جه في اسبوعين بالظبط. انت اللي بتختاره كابتن محمد؟ اه طبعا انت اللي بتختاره. انا اللي بختاره طبعا. فالمجلس بمنتهى الامانه بيوفر كل حاجه احنا انا طلبتها منه يعني الحمد لله. كمان لما بنتكلم عن انه النادي الاهلي في هذه اللعبه اكثر حصدا للبطولات، فده اكيد برضو ما جاش محض الصدفه، واكيد انت كمان بتخلق دوافع المفروض جديده، وده صعب عليك اكتر. يعني لو انا ما حققتش رقم، لو انا ما حققتش بطوله، اكيد عيني هتيجي يعني خلاص، يعني اوتوماتيكلي انا عايز اعمل حاجه. انت محقق اوريدي، فازاي بتعمل دوافع جديده بتخلقها مره تانية للعيبه؟ ازود انا تقول لهم كده اه ما بشبعش. انا ما بشبعش، بقول لهم يعني احنا النهارده وقفت على الخط في التمرين قبل ما اجي، والله انتوا اديتوا ماتش هايل كويس جدا، بس احنا ما عملناش حاجه، عملنا حاجه احنا ما كسبناش لا دوري ولا اي حاجه، نقفل الصفحه. تقول لهم كده لما تقعد معاهم النهارده حالا قبل ما اجي بساعه؟ لا والله. والله خلاص ما عملناش حاجه خلاص. نقفل بقى الصفحه دي ونلتفت ان شاء الله للدوري، اللي احنا عندنا دوري وان شاء الله احتمال نشارك في افريقيا وعندنا كاس، فلازم الجمهور مستني منكم الكلام ده كله. واثنيت طبعا على ادائهم الفني، واثنيت على روحهم العاليه جدا مع بعض، لان طبعا انت فرقه مليانه نجوم، الفرقه اللي مليانه نجوم صعب جدا السيطره عليهم، لان كله عايز يلعب وكله عايز يشارك وكله عايز يبقى في الاضواء. فالولاد بمنتهى الامانه اليومين اللي فاتوا انت بتسالي عبد الله عمل ايه، عبد الله اجتمع معاهم وانا اجتمعت معاهم والمدير الاداري والجهاز الفني كقائد بقى، هو كلاعب بقى بيحتوي الفريق. ففعلا عملوا اجتماعات مع بعض، والولاد فعلا كانوا روحهم عاليه جدا في الماتش ده، مفيش اي حاجه تعلو غير مصلحه الفرقه والنادي الاهلي. انا بشكرك جدا كابتن محمد. ربنا يخليك، وبتمنى لك فعلا التوفيق اللي جاي، لانك فعلا يعني شخصيه كمان على المستوى الاخلاقي والانساني تستحق كل التوفيق. ربنا يخليك. انا برضو مبارك لاحمد صلاح اختياره من احسن 100 لعيب في العقد الاخير، صحيح. وعلى فكره هو يعني ده رجال وسيدات وفولي شواطئ، يعني هو تقريبا انا عديتهم النهارده لقيتهم 27 لاعب، فهو من احسن 27 لاعب في العالم في ال 10 سنين اللي فاتوا، وهو يستحق الكلام دوت. وبشكر جدا جدا اللعيبه والجهاز الفني اللي معايا اللي بيتعبوا معايا على طول، واتمنى ان شاء الله ان احنا نسعد جمهور النادي الاهلي اكتر واكتر بكتير ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك، نورتنا في البيت الكبير. شكرا جزيلا. شكراً. بعد الفاصل مستمرين في البيت الكبير، اتفضل. برحب بحضراتكم مره ثانيه في البيت الكبير، فقرتنا الحواريه المميزه مع المميز طبعا كريم سعيد، هنتكلم بلغه الارقام، تصوراته وتوقعاته ان شاء الله لمنتخبنا بكره باذن الله امام كينيا، بعض الامور الفنيه كمان اللي يتميز بها فريق كينيا، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بكره والتاهل من نيروبي ان شاء الله للكاميرون 2021. كريم بنرحب بيك في البيت الكبير. اهلا بيك كابتن هاني، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. منورنا يا كريم، وملف خاص جدا لمنتخبنا، مباراه يعني مباراة مهمة أكيد في طبعا تصدر المجموعة، وده هدف المنتخب. خلينا قبل ما نتكلم لغة الأرقام وتحليلك لمنتخب كينيا وكمان توقعاتك للمنتخب، رأيك إيه في القائمة؟ وده جزء، وكمان أخد رأيك في موضوع أيمن أشرف، هل كان من الافضل وجود ايمن اشرف في القاهره ولا السفر لنيروبي؟ اكيد طبعا موضوع القائمه كالعاده بيبقى واخد مساحه جدل كبيره، صحيح. لان دايما قائمه المنتخب يعني بتغطي انديه كتيره ولاعبين كتير، وطبيعي الجماهير مثلا على وجه التحديد، صحيح. كل جمهور بيحب يبقى اللاعب بتاع النادي هو اللي موجود في المنتخب، وطبعا شفنا حتى يعني مؤخرا اهالي واسر اللاعبين بقوا يعني بيقولوا ارائهم الفنيه، واكيد طبعا هي دي يعني حريه شخصيه للناس كلها، وحلاوه الكوره ان من اي شخص ان يقول وجهه نظره طالما ان هي يعني ما بيغلطش في حد، ويقول وجهه نظره من رايه الشخصي، وبالتالي ده متاح. ولكن اكيد يا كابتن هاني المدير الفني للمنتخب بيبقى دايما عليه ضغوط ان هو بيختار يعني عدد معين، واكيد بيبقى في كام اسم بيثيروا الجدل، زي ما حضرتك تفضلت وقلت اسم ايمن اشرف، ان اسم ايمن اشرف ما اثرش الجدل من الناحيه الفنيه، ولكنه اثار الجدل من الناحيه الطبيه. احنا بنتكلم على لاعب
يعني اكثر من طبيب اكدوا ان هو عنده مشكله ويحتاج للراحه، خصوصا حتى واحنا بنتكلم انا وحضرتك خارج الهواء نقطه اللعب على اللاعب ميرعب على ترتان، اكيد ده موضوع مش سهل، واكيد احنا متاكدين 100% ان ايمن اشرف مش هيلعب بكره. صحيح. ده الاخبار كلها اللي جايه من معسكر المنتخب المصري بتؤكد بما لا يدعو الشك ان ايمن اشرف مش متواجد يمكن في هيبقى مباراة. احمد ايمن منصور بالظبط كده، طبعا بيلعب سد باك وبيلعب باك شمال، لعيب بيراميدز، لعيب نعم. مميز بالزبط. جدا يعني. هل الكابتن حسين بدري بيفكر ان ايمن اشرف يتم اعداده او تجهيزه لمباراه جزر القمر؟ طيب هنا هنقف عند سؤال مهم جدا. طيب افرض ان ايمن اشرف ما لعبش مباراه جزر القمر لاي سبب طبي يقوله طبيب المنتخب، فهنا اللي قال ليه السؤال من البدايه بقى ليه تم استدعاء ايمن اشرف، السؤال ده علامات الاستفهام هتزيد كتير. ليه؟ لان طالما تاكدت ان اللاعب مصاب فكان يفضل انه ياخد فتره راح، لانه صحيح. حتى لو ما بيشاركش، وهو اكيد ما بيشاركش في اي تقسيمات خلاص ده اكيد، لا وكان كل التدريبات تاهيليه وجري خفيف احماء، فالسؤال هنا طب تم استدعائه ليه؟ فاهم قصدي كابتن؟ هي دي النقط اللي ممكن الكابتن حسين البدري هيبقى مطالب بالاجابه عليها، بس مش النهارده، بعد مباراة الثانيه اللي انت خدت، انت ضميت لعيب مش هيقعد على دكه اصلا في اول مباراه خارج القائمه تماما، هتيجي انت بتقول ممكن يبقى مبرر ان انا بعده لمباراه جزر القمر، ممكن اوكي. طيب مباراه جزر القمر ما اللعيب ما شاركش، هتبقى هنا في وجهه نظر الشخصيه ازمه طبعا. او اسئله كتيره على الجهاز الفني ويبقى مطالب بتبريرها، لان طبعا انت اكيد جالك مع اللعيب تقرير طبي من نادي، والكلام واضح ان ايمن عنده مشكله ومحتاج ان هو يرتاح. فكنت اتمنى طبعا وجهه نظر الشخصيه المباراه والمباراتين بصراحه مش محتاجين صحيح. كل الجدل، حتى احنا بعد شويه لما نقعد نتكلم على منتخب كينيا ونشوف حتى معانا فيديو ليهم من اخر مباراه وديه ليهم قدام تنزانيا، الموضوع مش مستاهل. كان معانا يمكن في الانترو احد الاعلاميين البارزين كمان في كينيا، وكنت بساله في اخر الحوار على لا. نتيجه المباراه، فقال اه طبعا يعني هو نتيجه المباراه المتوقعه فوز منتخب مصر يعني. فالامور ما كان يعني مش مباراه مصريه هتحدد لك، حتى لو مباراه مصريه دايما يعني سلامه اللاعبين اولا واخيرا. وانا تاني باكد يعني اعتقد كابتن حسام البدري ادرى مننا كلنا بهذا الموقف، لكن هو علامه الاستفهام فعلا لو ما شاركش مباراه جزر القمر كان من الافضل. نعم. طبعا انا ملاحظ طبعا كل الكلام عن مباراه بكره، لا 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 هو الاكيد مفيش ده مشكله في مباراه بكره، واكيد مش هيلعب ده 100% مش هيلعب مباراه بكره. فهي الفكره في وجهه نظر شخصيه ان كل اي شخص واعلامي او حتى من الجمهور قال ليه يا كابتن حسام انت ضميت ايمن اشرف، صوته هيزداد قوه وهيزداد حده وهيزداد علو بعد مباراه جزر القمر لو ايمن اشرف ما دخلش في التشكيل، او حتى لو قعد على الدكه وما شاركش. الاصوات دي كلها وهيبقى من حقها، انا ما اقدرش بصراحه يعني واحد بسمع الاصوات دي اقول لهم يا جماعه ما لكوش حق تتكلموا، لا طبعا ليكوا الحق، بس في كل الاحوال نستنى ونشوف، وطبعا المنتخب معاه طبيب ونسمع رايه أكيد. ونشوف رايه أكيد. اكيد اكيد. طيب بالنسبه للمباراه نفسها على الشكل الفني، عارفين مصر متصدره بثمان نقاط، يليها جزر القمر 8 وكينيا 3. طبعا قبل ما نخش كينيا، كينيا ليها حظوظ على مستوى التاهل يعني. طبعًا. لسه موجود حظوظ. طبعا الفرصه الوحيده للمنتخب الكيني ان هو يعني لا قدر الله يكسبنا بكره، هو محتاج نقاط عشان يوصل نفسه لستة ويوقف منتخب مصر عند 8 وينتظر مباراة مصر الأخيرة أمام جزر القمر. ربما لو مصر تعادلت هو يكسب ويوصل 9 وساعتها توجو كمان خارج المنافسة بالضبط، وساعتها نخش في حزب. ولكن أنا في وجهة نظري ما فيش حتى يعني أنا في وجهة نظري ما فيش مساحة للكلام ده، المنتخب الكيني يعني في أسوأ حالاته، ما عندوش يعني هو أولونجا بس مهاجم بتاعه اللي شفناه طبعا في نادي الدحيل وهنتكلم عليه، ده ربما يكون أبرز لاعب هنشوفه في مباراة بكرة، لكن وانياما طبعا اللاعب المخضرم بتاعهم واللي كان واحد من نجوم الماتش لو نفتكر طبعا المباراة الأولى هنا في القاهرة كانت هنا في اسكندرية برج العرب صح. لما اتعادلوا معانا 1-1 كان هو نجم الفريق وأكثر خبرة طبعا لاعب توتنهام السابق، وفي الوقت الحالي بيلعب مع أحمد حمدي في الدوري الكندي، فده الراجل ده غايب وبالتالي الفرقة ما فيهاش خبرة
كبيرة جدا في الملعب، وبالتالي الفرصة متاحة لينا كابتن، مش بس احنا نكسب، لا تكسب سكور كمان طبعا، نعمل سكور. ده احنا الرباعي الامامي عندنا يعني حدث ولا حرج، الاربع مراكز الاماميين وربما دول اكتر اربع مراكز تقريبا ما فيش خلاف او اي مشكلة عليهم في اختيارهم كلعيبة اساسية، مفيش ازمة خالص. بنتكلم عن محمد صلاح وتريزيجيه وقفشة ومصطفى محمد، رباعي بصراحة حتى بدون تعليمات فنية ينزلوا يلعبوا لوحدهم يعملوا هم عايزينه. فانا مش شايف المباراة فيها اي ازمة فنية، ومنتخب الكيني ما اعتقدش حتى يعني حتى لما هنشوف بعض اللقطات له اذا حتى فتح الجيم فدي ازمة، يعني هو حتى لو مش ما ينفعش يدافع، هو محتاج يكسب، عشان يكسب محتاج يفتح، فتحت الجيم بتاعك هو قدام. المعادله صعبه بالنسبه للمنتخب الكيني طبعا. تفتكر هنتكلم على الارقام وتحليلك للاداء الفني من خلال الارقام من خلال بعض الصور، تفتكر طريقه اللعب اللي هيبدا بيها منتخب كينيا، هل هيبدا المباراه ان هو محتاج يفوز، هل يبدا المباراه في تحفظ شويه يعتمد على اولونجو الكرات العاليه، كره ثابته، كره طايشه زي ما بنقول بلغه الكوره، انه يقدر يخطف مصر في الجزئيه ديت، ولا يبدا يفتح الملعب ويهاجم من اول دقيقه؟ يعني هو طبعا لو بصينا على يعني البروفا الاخيره اللي عملوها قدام تنزانيا، ولحد ما المدير الفني جاكوب مولي ما لعبش بلاسين كتير، ولكن يوضح لنا اسلوب اللعب، الفرقه ما تقدرش على مدار 90 دقيقه ان هي تضغط من قدام، ما يقدروش خالص، صعب جدا جدا الامر ده بالنسبه لهم بدنيا، ما يستحملوش يفضلوا 90 دقيقه. انا اعتقد ان هم هيحاولوا يعملوا توازن، واكيد اكيد هم هيبقوا شافوا، اعتقد في وجهه نظري مباراه سيمبا مع النادي الاهلي، اللي هم هيحاولوا يلعبوا مباراه شبيهه، يحاولوا يقلدوا سيمبا طبعا. يعني طبعا عندهم طبعا اونيانجو المدافع المسك النهارده اتكلم على محمد صلاح، تصريح غريب قوي يعني، بس هو حقه طبعا يعني هو فرصه. هاتوا بقى محمد صلاح، ما تجيبوش محمد صلاح، احنا هو بصراحه يعني ما قالهاش بناحيه يعني تحدي، لا هو قالها بفخر كمان، هو قالها برضو، لا الجمله كويس، قال انا عايز اقيم مستوايا، انا لعبت قدام النادي الاهلي وكسبنا يعني قصده على سيمبا، هو مساك في نادي سيمبا وخدت ثقه قدام النادي الاهلي، طبعا في لعيبه كتيره من المنتخب المصري بعيدا طبعا عن بقيه الانديه والمحترفين، وبالتالي انا حابب اشوف اقيم مستوايا قدام محمد صلاح، فطبعا دي حاجه بالنسبه له حاجه كويسه، وبالتالي في وجهه نظري جاكوب مولي المدير الفني ربما يعني ياخد كده مباراه سيمبا والاهلي كوبي وبيست ويحاول ان هو ينفذها قدام منتخب مصر. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، المنتخب الكيني طبعا اكيد بيعتمد على الكرات العرضيه، خصوصا في وجود مهاجم صريح زي اولونجا، شفناه مع نادي الدحيل قوي جدا بدنيا وبيقدر محطه لعب كويسه، لكن اكيد خطورته داخل منطقه ال 18، ومعظم اهداف المنتخب الكيني بتيجي من كرات عرضيه ولعب دايما من على الاطراف، مفيش اختراق من العمق، وده حتى اللي احنا هنشوفه في ملخص مباراه تنزانيا اللي احنا قلنا اخر بروفا وديه لعبوها. شفت ايه بقى في مباراه تنزانيا؟ يعني طلعت بالنقاط الفنيه وبعض النقاط اللي تشرح بيها كيفيه كينيا بكره ممكن تبدا ازاي امام مصر. هو طبعا هم كانوا محددين ان هم يلعبوا ماتشين قدام منتخب تنزانيا، لعبوا الاولى لكن الثانيه طبعا تعذر اقامتها بسبب وفاه رئيس تنزانيا، وتعازينا للشعب التنزاني وكل الجاليه التنزانيه في مصر، تعازينا وفاه الرئيس عندهم من فتره، وبالتالي انا في وجهه نظري ان هم في المباراه دي شفت لعبوا بطريقه اقرب الى 4-2-3-1، معظم الهجوم من عن طريق الاجناب حتى هو المباراه معانا، طبعا المنتخب الكيني هو اللي لابس احمر والمنتخب التنزاني هو اللي لابس اصفر، وبدايه المباراه طبعا هم بيحاولوا طبعا دايما بالتحضير اكيد بيحاولوا يعملوا بيلد اب ده بالظبط، لكن هنشوف لما بيجوا بيهاجموا على طول الضغط يا كابتن هنا اهو من نص الملعب، بيضغطش من نص ملعب المنافس، ودايما بيحاول يعتمد على الهجمات المرتده. طبعا وضع في الاعتبار المنتخب برده المنتخب التنزاني منتخب متواضع جدا للغايه، وسهل جدا انك تخطف منه الكوره في وسط الملعب، لكن واضح من اللقطه اللي فاتت برده كريم ان هم مستنيين يقطعوا الكوره في نص الملعب طبعا، عشان يكون في سرعات، يعني شايفين في سرعات طبعا. يعني امكانيات فنيه متواضعه لفريق تنزانيا، لكن شايفين ان برده في الجزء الامامي ان لو اتقطعت الكوره في نص الملعب هتلاقي انطلاقات وهتبقى في مساحات. يعني دي بقى هجمه منظمه بيعملها المنتخب الكيني، هنشوف العقليه بتاعه الفريق في اللعبه دي يا كابتن هاني، بعيده عن الاسامي يعني، بعيده احنا بنتكلم على عقليه فريق على طول في فتح للاجناب ولعب للكرات العرضيه. طبعا الكره طبعا اللاعب استغل فيها بصراحه يعني سذاجه واضحه جدا من حارس مرمى تنزانيا، وقدر ان هو يحطها له في الزاويه الضيقه، ولكن كبدايه
واسلوب وتفكير لعيبه دايما نظرهم رايح على الاطراف. اللقطتين اللي شفناهم دول مايلين ناحيه اليمين اكتر شويه بالظبط كده، وبالتالي المنتخب لازم طبعا نبقى احنا واضحين في الحته دي ان احنا لازم نقفل الاجناب بتاعتنا. طبعا بنتكلم على منتخب هيبقى عنده تركيز على الكرات العرضيه. تاني الفرقه اللي لعبت قدام تنزانيا ما اعتقدش يعني كان معظمها من اللعيبه البدلاء، مش حتى مش اللعيبه اللي هم لعبوا قدامنا في برج العرب في الجوله الاولى. وبالتالي المنتخب الكيني في وجهه نظري هيبقى كل خطورته جايه من على الاطراف، ومهم جدا جدا الاثنين مساكين بقى. يعني احنا عندنا طبعا اكيد في كلام شويه مين الثنائيه، احمد حجازي يكون حاجز مكان، شايفين الضربات الثابته شكلهم بالزبط. كمان بيعملوها كويس يعني الاولانيه راحت في العارضه كويس، ودي يمكن بدايه التسلل اعتقد، لكن راحه نعم. كويس محطوطه كويس بالظبط. هو اعتقد هم عارفين هم طبعا هي كابتن هاني الفرقه اللي ما يبقاش عندها لعيبه مهاريه كتيره في وسط الملعب ما يقدرش يلعب من العمق كتير صحيح. لكن مثلا دي واحده بقى من النقط. تعال نتكلم عن نقاط ضعف منتخب الكيني. منتخب الكيني طبعا اونيونجو ما كانش بيلعب المباراه دي، المساك اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه في مباراه سيمبا. لكن نشوف هنا طبعا ده الجون اللي دخل فيهم، هم كسبوا 2-1. ده الهدف هدف المنتخب التنزاني، طبعا خطا فادح وفي مساحات شاسعه ما بين خط الدفاع وخط الوسط صحيح. الكره العرضيه اتلعبت بشكل عالي، الاثنين مساكين طبعا يعني مساحه كبيره جدا جدا جدا، يعني الكره اتلعبت وحتى المدافع سايب المهاجم ياخد الريتيرن بتاع الكره عادي جدا بدون اي ضغط منه. مستوى حارس المرمى ايه يا كريم؟ لا طبعا الفرقه كلها ضعيفه يا كابتن، الفرقه بصراحه متواضعه يعني مش عايزين نتكلم على المباراه بصراحه حتى او تكون شبيهه باللي احنا بنتكلم عليه المستويات الانديه الافريقيه وهي بتلعب النادي الاهلي. لا حد ما في شويه منافسه، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على سكواد منتخب مصر بوجود محمد صلاح بوجود مصطفى محمد بوجود تريزيجيه. احنا عندنا محترفين مديين الفرقه، واحمد حجازي مديين الفرقه تقل كبير جدا بعيد طبعا، اعتقد كمان والنني طبعا بعيد طبعا عن لعيبه الدوري المصري، وبالتالي ما فيش اي منافسه. عشان كده انا مش شايف في اي مساحه ان احنا نبدا نتكلم على وجود اي مشاكل في القايمه او في طريقه اللعب او في حتى اختيارات اللاعبين. دي نقطه مهمه يعني، بس الكره دي مثلا بتورينا حارس مرمى ضعيف جدا جدا جدا، الكره سهل قوي ان هو يمسك الكره وكمان متشوطه من بعيد. فانا بصراحه مش شايف اي مساحه لان احنا طبعا اكيد بنحترم المنافسين، يعني مش عايزين نفرق ان انا اكيد طبعا اي مباراه كره قدم لازم تحترم المنافس، ولكن ما اقدرش اقنع الجمهور ان انا رايح العب مباراه يعني. لا طبعا هي مباراه على المستوى الفني مش صعبه خالص، احنا طبعًا قادرين ونكسب كمان سكور، واعتقد كمان طبعًا النتيجه مهمه انك تكسب سكور كتير. ايه الكلام ده بيسمع، زي ما كسبت يعني توجو على ارضها، المكسب طبعًا الحلو بيسمع كويس، ودي قمه المنتخب المصري طبعًا. لكن على مستوى الموتيفيشن ووجود النني وحجازي وصلاح وتريزيجيه ولاعيبه، اعتقد المنتخب الكيني كمان بيبقى عنده موتيفيشن عالي جدا لما نشوف اللعيبه دي في الملعب طبعًا. الجزء ده يعني لازم برضو نخلي بالنا منه. على الناحيه الفنيه قليلين، لكن الحماسه والروح القتاليه هتكون موجوده. بص حضرتك طبعا اكيد ده نقطه مهمه جدا، اللعيبه لما بتشوفوا النجوم دي بتلعب قدامهم اكيد الجزء المعنوي عندهم والجزء النفسي بيبقى في قمته، ولكن الجزء ده اكيد بينتهي بعد اول ثلث ساعه صحيح. مباراه خصوصا انت المفروض تفرض اسلوبك وتفرض بالزبط سيطرتك. وطبعا عايزين نقول ان طبعا مباراه وجود محمد صلاح في الملعب اكيد بيخلي برضو في مساحه نشوف اسلوب الكابتن حسام بدري يبقى عامل ازاي مع ثنائيه في وجهه نظر ثنائيه محمد صلاح ومصطفى محمد، دي مهمه قوي قوي بكره، خاصه ان محمد صلاح اول مباراه تحت قياده كابتن حسام البدري، وكمان في وجود مصطفى محمد كمان، خصوصا كمان مصطفى محمد اللي يتابع اسلوب ادائه. مصطفى محمد مهاجم كلاسيكي، ومحمد صلاح كاسلوب لعب في السنوات الاخيره لاعب بيجي من على الطرف يخش العمق، فهنا انت محتاج يبقى دايما في ما يشبه التنسيق ما بين الثنائي عشان النهارده يبقى في مساحه لواحد بس، يعني في بعض الاحيان ما يقفلش على صلاح يعني بلعب الكوره. يعني خلينا برضو ناخد الاكزامبل او المثال بتاع ليفربول بالظبط، فيرمينو دايما لما بيلعب في مهاجم تسعة وهو حد ما وهمي شويه، فيرمينو دايما بينزل لوسط الملعب صحيح. عشان يفتح المساحات ساديو ماني من الشمال ومحمد صلاح من يمينه. في بعض الاحيان شفناها في الموسم قبل اللي فات محمد صلاح كان بيلعب تحت المهاجم، ما بيلعبش على الطرف، كان بيسيب الطرف خالص، وبالتالي وجود مصطفى محمد في قلب الملعب محتاج توظيف قوي جدا من كابتن حسام بدري. هنا بقى ده دور مدير فني، ده اختبار كويس جدا. ليه؟
انك محتاج تفهم مصطفى محمد المناطق والمساحات اللي هيتحرك فيها. ولو نفتكر نعمل كده فلاش باك ايام هكتور كوبر كان في لما راح المونديال حط عمرو ورد هو اللي على الطرف لمحمد صلاح، كان عنده مشكله في موضوع الدفاع ما كانش قادر يعمل نفس الجهد انه بيرجع يساعد مع الباك ويرجع مع احمد فتحي الفول باك اللي وراه، وبالتالي تم استخدام عمرو ورده في المركز ده وتم نساب محمد صلاح الحريه يلعب قدام. بس كان ساعتها ما كانش عندك برضو، كان عندنا ازمه في المهاجم رقم 9، وبالتالي النهارده كابتن بدري مهاجم رقم 9 عنده حلول كتير جدا. يعني انت عندك مصطفى محمد وعندك حسام حسن، محمد شريف احنا اعتقد اتكلمنا، واحمد ياسر ريان كمان، واحمد ياسر طبعا، بس اقصد مثلا محمد شريف احنا اتكلمنا محمد شريف، وحتى لما كنت ما بنخلص الفقره كان الناس تسالني على السوشيال ميديا طب يا كريم ما محمد شريف ممكن يلعب كوينج، احنا شرحنا لا محمد شريف قوته ولمعانه وتاثيره مع النادي الاهلي لما بيلعب في الطرف، وعنده ميزه محمد شريف. ايه الميزه اللي عنده؟ انه احسن واحد بيقدر يديك الحته بتاعه المهاجم الوهمي، انه بينزل محمد شريف خفيف وبيتحرك وبيسرق مدافعين، وبالتالي بيسيب مساحه لاجنحه النادي الاهلي وبيتسو موسيماني انه يطير الناس كلها، واجايه بيخش مهاجم من وراه وبيدي مساحات كتير. محمد شريف بيعمل طب ده. طب هاخد من كلامك ده وترجمه ان في حاله عدم التنسيق الكامل او عدم يعني التفاهم ممكن يكون ما بين محمد صلاح ومصطفى محمد، نعم، هل يكون البديل الخطط الافضل وجود محمد شريف كراس حربه؟ نعم. على اساس هو اللي بيفتح مساحات لصلاح ان هو يبدا يخش كراس حربه تاني. بص يا كابتن هاني، انا في وجهه نظري مصطفى محمد طبعا هو حاليا في منتخب ووضعا في الاعتبار الاداء اللي مقدمه مع جلطة سراي هو رقم واحد طبعا. صحيح. كابتن حسام بدر، بس ستايل مصطفى محمد هتلاقيه مشابه لستايل حسام حسن، واحمد ياسر ريان يجي لحد ما معاهم. ليه؟ الثلاثه تركيزهم دايما داخل البوكس، دايما بيلعبوا داخل البوكس. ربما حسام حسن بينزل شويه بره، لكن حسام حسن برده مش بنفس خفه محمد شريف. صحيح. ان انت لما تيجي تختار دايما مهاجم يخرج يلعب بره منطقه الجزاء لازم يبقى حركته خفيفه، لان هنفهم برضو الناس لما طبعًا تخرج بره منطقه الجزاء عشان تدخل حد لازم تعمل ترن تاني عشان تبقى طبعا راس حربه تاني، واكيد طبعا المدافع عارف. لا والمدافع اكيد عارف، فهيبدا يلف وراك. صحيح. فانت عايز تعمل بيه، انت عايز تهرب بيه. صحيح. تاخده شويه شمال وتاخده شويه يمين وتفضل تتعبه وتاخد تركيزه، فالحته دي محتاجه سهوله حركه وما ينفعش تتمشى. يعني ما ينفعش النهارده اقول لك انا معايا مان تو مان وعمال اتمشى بيه، لا لازم اجري عشان اتعبه، ولازم دايما يبقى حركتي سريعه. فبالتالي بشوف احنا ما بنقيمش، ولكن بقول ان محمد شريف ستايل هو ربما في الرباعي ده ستايله مختلف. طب الكابتن حسام البدري لما زي ما بتقول لازم يكون في تعليمات خاصه لمصطفى محمد، طب ايه اللي ممكن يقوله لمصطفى؟ يعمل ايه علشان اولا نستفيد بقدرات مصطفى محمد؟ اعتقد مهاجم رقم واحد في مصر دلوقتي. نعم. على مستوى طب المنتخب، ايه اللي ممكن يقوله كابتن حسام لمصطفى محمد عشان يسهل مهمته انه يكون في مساحات واسعه لمحمد صلاح وفي نفس الوقت يستغل امكانيات مصطفى محمد نفسه؟ يعني نعم، نفتكر يا كابتن هاني اخر فتره مصطفى محمد مع نادي الزمالك كان كل التارجت من مصطفى محمد ان هو يستنى الكرات العرضيه. صحيح. اكيد ده اخر حاجه انت ممكن تنتظرها من محمد صلاح او تريزيجيه. تريزيجيه ومحمد صلاح في الوقت الحالي كل لعبهم كوره على الارض، الاثنين اكيد ما بيلعبوش ولا في ليفربول ولا في استون فيلا على ان هم يوصلوا للمنطقه دي ويرموا الكراس للمهاجم رقم 9. فتماما انسى اسلوب اللعب ده. طب محتاجين نعمل ايه؟ احنا نلعب كرات على الارض. فبالتالي احنا شفنا مصطفى محمد بيتحرك ازاي في جلطة سراي ما بين اثنين مساكين وبين المساك والفول باك، وفي كوره في هدف جابه اكثر من رائع، كوره بينيه اتلعبت له خدها فيرست تايم شوت في الزاويه الضيقه، كان قاطع من بعيد وجري ورا وخدها ما بين المساك وبين الفول باك. هو ده اللعب اللي احنا عايزينه. في نفس الوقت لازم تعرف ان اكيد في بعض الاوقات هيقفلوا عليك. أكيد. فانت محتاج تعمل ايه؟ محتاج انك تتشفت، لازم تنزل لعمق الملعب عشان تفتح المساحه لمحمد صلاح وتريزيجيه ياخدوا ثرو باس على الارض او ياخدوا الثرو لوب اللي يتعمل من وسط الملعب من الثنائيه بقى اللي احنا اكيد الثنائيه نص الملعب دي برده ستيل لسه فيها هنتكلم عليها. الحل الثاني يكون في تعليمات واضحه لمحمد هاني واحمد ايمن منصور ان في حاله ان تريزيجيه دخل، واكيد هيكون في مراقبه شديده جدا على تريزيجيه ومحمد صلاح، طب ان نستغل القصه ديت عشان كمان تستفيد من مصطفى محمد،
ان يبقى اللعب ممكن جدا تريزيجيه يخش جوه، صلاح يخش لجوه، فهيفضي لمحمد هاني ويفضي لاحمد ايمن منصور عشان نعمل الكروسات اللي مستنيها مصطفى صح محمد. بس هنا في نقطه مهمه، ان اكيد المنتخب الكيني وجاكوب مولي هيبقى قايل للهاف ديفندر بتاعه لازم في بعض الاوقات ترجع تعمل مدافع ثالث داخل منطقه الجزاء قدام السردباكين او جنب السردباكين. في سؤال مهم لازم نجاوب عليه، لو الكره الكروس اتعمل من الناحيه اليمنى اكيد محمد صلاح مش هيخش مهاجم تاني، محمد صلاح مش بيركز في الكرات العرضيه او الضربات الراسيه، هيستنى تحت شويه، تريزيجيه هو اللي هيخش. مظبوط، برده تريزيجيه مش من اللاعبين اطول محمد صلاح شويه، ولكن مش من اللاعبين بالظبط، مش هيدرز. وبالتالي ما تقدرش تعتمد انك تقول لي ايه انا هعمل في الشوط الاول 25 كروس، لا دي طريقه لا تناسب اللاعبين اللي بيلعبوا معاك. مصطفى محمد لو اتحط لوحده مع ثلاثة هتبقى نسبة حصوله على الكرة العرضية 30%، نتكلم على واحد قصاد ثلاثة، فهيعتمد على حاجتين، ان هو يبوزيشن هيمسيلف يعني يبقى هو واقف كويس ومتمركز بشكل افضل من المدافعين، او يستنى خطأ مدافع او بالظبط. بس اكيد المنتخب الكيني يملك، لا يملك مهارات ولكن يملك انه يزود العدد عشان يزود من نسبة حصوله على الكرة العرضية. وبالتالي الرباعي الامامي ده يا كابتن هاني، لو انا شفت المنتخب المصري بيعتمد على الكرات العرضية بشكل زايد عن اللزوم، هتبقى دي هنا النهاردة تاكتيك لا يناسب اللاعبين الموجودين عندك. طب هتقول لي ايه لمصطفى محمد؟ يعني كابتن حسام النهاردة قاعد مع مصطفى محمد بيقول له عشان طريقة صلاح والستايل صلاح ايه اللي يتعمل عشان نخرج افضل امكانيات مصطفى محمد، وكمان ندي حرية لمحمد صلاح ان يشتغل شغله، يعني ان على طول مساحة رقدك هتبقى من خارج منطقة الجزاء، ما يبقاش تفكيرك. يعني نفتكر كده مع نادي الزمالك مع باتشيكو لما كان حتى مصطفى محمد موجود، لعيبه نادي الزمالك ومصطفى محمد على طول بيجروا ناحيه داخل منطقه الجزاء عشان مستنيين ايه الكروس يتلعب. نفس الطريقه اللي كنا لسه بنتكلم عليها على المنتخب الكيني، العقليه بتاعت اللعيبه، وانا بحضر على طول عينك على الطرف، ليه؟ انك هترمي الكره على الطرف، ولو سمحت يا جماعه اول ما الكره تجي على الطرف اكبر عدد يخش منطقه الجزاء عشان هنرمي كروس. الكروس لا، ده مش منتخب مصر. يعني انت محتاج يا مصطفى انك تنزل بره منطقه الجزاء كتير عشان تسيب المساحه، وقفشه هيساعدك عشان تفتح المساحه لتريزيجيه ومحمد صلاح ان هم يختاروا. طيب انت شفت ان قفشه طبعا اكيد بلاي ميكر الاساسي لمنتخب مصر اكيد قدر انه يهرب من الرقابه المفروضه عليه في الربع الاخير من الملعب، فانت تحاول انك تجري من بره عشان اكيد طبعا الرباعي بتاع كينيا هيقف يعمل الستاره قدام منطقه الجزاء، فتتلعب لك السرو باس ما بين المساك ومن الفول باك او ما بين الاثنين مساكين، فتاخد انت مساحه الجري وانك تشوط. كل ده شغل طبعا اكيد من التدريبات والتمرينات اللي في تدريبات المنتخب، انما فكره انك تشوف الكوره راحت على الطرف وتجري على طول من غير ما تبص على منطقه الجزاء، لا دي خلاص طريقه في وجهه نظري صحيح. مش هقول عفى عليها الزمن، ولكن مش مناسبه لمنتخب مصر. كان في اوقات كتير يطلق على منتخب مصر منتخب صلاح، نعم باعتماد طبعا هو كل نجم كبير بيطلق عليه هذا الاسم، يعني أكيد. منتخب البرتغال بيقولوا منتخب رونالدو صحيح. وميسي، لكن تفتكر لان كان صلاح هو السلاح الوحيد اللي ممكن تنقل بيه الفرقه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وكمان صلاح بامكانياته وعمليه التهديف. الفكره دي اتغيرت، الفكره عن ان دلوقتي عندنا منتخب، لا هو منتخب اكيد محمد صلاح عنصر مهم جدا لكن لا يعتمد بشكل كامل على امكانيات محمد صلاح. طبعا يعني المنتخب اكيد اللي احنا بنتكلم المقوله دي اتقالت على المنتخب وهو بيتبني في وجهه نظر الشخصيه، بيتبني مع هكتور كوبر صحيح. انا ما زلت بدين على المستوى الشخصي بالفضل لهكتور كوبر انه رجع منتخب مصر اسمه في افريقيا، ورجعنا المونديال بعد غياب 30 سنه من جيل حضرتك بطريقته كانت حلوه كانت وحشه لناس كتيره، النتيجه نجاح، هو عمل صح. عمل شكل صحيح. في شكل قدامنا، وكمان الجيل ده ما كانش عنده نفس الخبره بتاعت دلوقتي، يعني الجيل ده قبل المونديال، عشان كده بسالك السؤال ده. نعم الجيل ده كان ساعتها قبل المونديال ما عندوش نفس الخبره، وبالتالي ساعتها كان في مساحه ان احنا نطلق عليه اسم منتخب محمد صلاح، ان هو كان الوحيد اللي عنده الشجاعه وعنده الخبره وعنده القدره انه يحسم مواقف كتيره في الفتره دي صحيح. لكن بعد المونديال وبعد ما اللعيبه خدت خبرات وبعد ما اللعيبه في لعيبه كتيره احترفت ولعيبه بقى يعني تريزيجيه اكيد دلوقتي طبعا غير في الفتره اللي احنا بنتكلم عليها مزبوط. محمد النني نفسه صحيح. دلوقتي غير قبل كده، حتى برضو احمد حسن كوكا برضو في الوقت الحالي رغم انه مش موجود لكن غير قبل كده طبعا.
لعيب نادي الاهلي ونادي الزمالك كلهم خدوا خبرات زياده على مستوى الدولي. احنا برضو كابتن هاني بنتكلم المنافسه على مستوى الدولي في بعض اكيد مش منتخب كينيا مش بتكلمش خالص انا عارف وحاسس بيك مع كامل احترام يعني لحد يقول اصل هم تعادلوا معانا في برج العرب لا ده كان مشكله من عندنا مش اجاده منهم بالزبط. حتى جزر القمر لما رحنا لعبنا وتعادلنا هناك معاهم دي مشكله من عندنا احنا مش اجاده منهم. وبالتالي بشوف لا في الوقت الحالي ما نقدرش نقول هو منتخب محمد صلاح. الفريق عنده نجوم كتير في كل المراكز وعنده مساحه ان اي مدير فني يبدع. واختلاف طريقه اللعب يعني طبعًا. طريقه لعب بتاعت كوبر كلنا فاكرينها نجح معاها مع المنتخب نجاح باهر طبعًا. لكن بتعتمد على الكتله الدفاعيه والاعتماد على الكاونتر اتاك وسرعات صلاح في المساحات وبالتالي حتى طريقه اللعب واداء اللعيبه اللي جوه الملعب اختلفت بالظبط. وكمان يا كابتن هاني ان مباراه كينيا في وجهه نظر مباراه رسميه والمباراه اللي بعديها لجزر القمر راحت علينا معاهم هناك في ارضهم دول في وجهه نظري تجارب لينا قبل المعمعه الكبيره في تصفيات المونديال. تصفيات المونديال دي هي فعلا اللي هنبدا نشوف فيها مستويات مختلفه جابون بقى مستويات افضل فنبدا نشوف فعلا نقيم نفسنا فيها بشكل افضل كمان قبل المرحله النهائيه اللي اكيد هتبقى رخمه ان احنا بنحبش نوع التصفيات ده ايوه للاسف نعم. طيب نيجي لتشكيله المتوقعه نتكلم على كينيا الاول ولا تشكيله المتوقعه نتكلم عن تشكيله منتخب مصر اعتقد الى حد يعني ما هيبقى فيها طيب. بعض النقاش وبعض في توقعاتك انا وجهه نظري طبعا حراسه المرمى لحد ما الامر محسوم لمحمد الشناوي وبالتالي مفيش مشكله فيه. خط الدفاع طبعا احنا عندنا احمد فتوح تم استبعاده من المنتخب بسبب ارتفاع درجه الحراره ربنا يشفيه ان شاء الله وتم استدعاء عبد الله جمعه في وجود احمد ايمن منصور اللي اوريدي بيلعب في المركز الباك الشمال مع نادي بيراميدز وفي وجهه نظري هيبقى احمد ايمن منصور هو الاقرب للبدء في المركز ده خصوصا هو اقوى دفاعيا من عبد الله جمعه. عبد الله جمعه ميزته ان هو في الشق الهجومي ان اصلا عبد الله جمعه كان وينج اصلا في نادي انبي وتم توظيفه في نادي الزمالك كباك شمال ولكن دوره الدفاعي مش بنفس القوه بتاع دوره الهجومي بتلعب عقليته واللي عارف طبعا كابتن حسام بدر عقليته في المركز ده لازم تديني في الدفاع افضل من الهجوم. عن الناحيه اليمنى اكيد طبعا مفيش برده منافسه بالنسبه لمحمد هاني. محمد هاني هو الباك اليمين اساسا. نيجي بقى للاثنين المساكين في وجهه نظري ربما يكون احمد حجازي والوينش هما الاقرب لعقليه الكابتن حسام البدري. واحمد حجازي طبعا متالق مع نادي اتحاد جده واكيد محمود الوش برضو رغم يعني بعض الاداء السلبي نادي الزمالك في الفتره الاخيره خصوصا على مستوى افريقيا ولكن محمود الوش على المستوى الشخصي في من ساعه نهايه دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت كان في افضل مستويات له وبالتالي اشوف كابتن حسام بدري هيروح له كثنائيه مع احمد حجازي. نيجي لخط الوسط انا في وجهه نظري بقى هنا الكابتن حسام بدري قعدته بيحب ال 4-2-3-1 وبيحب الهاف ديفندر ومعاه رقم 8 بالطريقه الكلاسيكيه. 6 و8 كلاسيك. انا في وجهه نظري ماتش بكره مش محتاج ده. انت محتاج انك في وجهه نظري أوكي. انك تخليها 4-1-4-1. 4-1-4-1. يعني في وجهه نظري وهتقول لي مين افضل اثنين يلعبوا بكره هقول لك عمرو السوليه والنني. ده وجهه نظري. مش طارق حامد. لا مش طارق انا مش لا وجهه أوكي. نظر شخصيه. طارق حامد المدافع رقم 6 الكلاسيكي القوي بدنيا وطبعا طارق حامد واحد من نجوم الكره المصريه في المركز ده صحيح. بس انا اشوف مباراه بكره مش مستاهله انت محتاج محمد النني في الفتره الاخيره وشفناه في ماتش اولمبياكوس والهدف الرائع اللي جابه وكمان مع ارتيتا قدر ان هو يكمل شويه منطقه الجزاء المنافسين يعني بنشوف عشان كده بقول لك دلوقتي النني بقى كمان تيبيكال 8 تيبيكال 8 بيعملها مظبوط نعم. وفكر كابتن حسام ان نني بامكانياته اعتقد لازم يبدا يعني تطور بصراحه محمد تطور بشكل كبير جدا ونبقى صراحه مع بعض احنا صحيح. في 2019 في كاس الامم انا على مستوى شخصي تقطت محمد النني بشكل فظيع جدا جدا فتره اجاري وكان الاداء بصراحه مش المامول صحيح. بعديها محمد النني فعلا في وجهه نظري من اللعيبه برضو اللي تقبلوا النقد وسكتوا ما ردوش وما دخلوش في جدال سواء مع المحللين او سواء مع الجماهير رغم الانتقادات اللي كانت قاسيه جدا 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 وبالتالي تطور من مستواه. انا اشوف ماتش بكره وماتش جزر القمر محتاج ان كابتن حسام بدري يدي
للامام. يعني العب بالنني وعمرو السوليه. عمرو السوليه طبعا يعني عمرو السوليه يقدر يكمل مع جنب مجدي قفشه ويكون والاثنين يبقوا بلاي ميكرز. وتحط طبعا اكيد في الرباعي الامامي زي ما قلت قفشه محمد صلاح على اليمين تريزيجيه على الشمال ومصطفى محمد مهاجم صريح. ده امر مفروغ منه. بس انت لو بتقول 4-1-4-1 يبقى هتثبت مين؟ هتثبت عمرو السوليه؟ لا هثبت النني هو اللي هو اللي راجع شويه. عمرو السوليه يبقى الرابع بتاع الثلاثه اللي تحت مصطفى محمد بالظبط يتقدم جنب قفشه. فانت هنا بتدي مساحه هجوميه قويه جدا طبعًا جدا طبعًا جدا طبعًا لخط هجومك. وبتقول للمنتخب الكيني انا مش بس نازل اكسب، لا نازل اعمل سكور. ودي نقطه كمان، وكمان نقطه بقى نفسيه للعيبه، ان احنا اصلا منتخب النهارده قوامه قوي جدا من الناحيه الهجوميه. فلازم تنزل تخوف اي منافس بيلعب قدامك، وما بتلعبش بشكل حذر. مش محتاج انك تلعب المباراه، يعني مثلا هو احنا مثلا بنحلل المباراه دي يا كابتن هاني، انا اوكي طبعا هندي المنتخب الكيني حقه في بعض الحاجات، لكن مش هتكلم عليك ان بكره هقول للناس ان احنا بكره نازلين نلعب نيجيريا او غانا. ده كلام مش صحيح. ان كمان صحيح. ساعات ده الكلام ده او الاسلوب ده بيجي نتيجه عكسيه، انت الحذر الشديد او الزياده على اللزوم بالزبط. يجي عليك انت مش ده تفيده. فاهم قصدي؟ فبالتالي انا اشوف لا، خط الوسط بكره مش محتاج انك تلعب بالشكل الكلاسيكي ل 4-2-3-1 طارق حامد وعمرو السوليه او طارق حامد والنني. لا انا في وجهه نظري العب بالنني وعمرو السوليه وهاجم ودايما اضغط من نص ملعب المنافس. حتى مباراه برده احنا كنا بنتكلم عن النادي الاهلي، ميزه انك تروح ماتش الاوي وتهاجم، وشفنا ده في ماتش فيتا كلوب ازاي لما روحنا من بدايه المباراه احنا اول ربع ساعه الاهلي وفيتا كلوب، بخلاف ان في هدفين تم احرازهم، كم هائل ثلاث فرص، كم هائل من الفرص ضاعت ليه؟ انت نزلت من بدايه المباراه ضغطت من قدام واديت المنافس شخصيتك واسلوبك، وده مهم جدا. يعني انا احب الاسلوب ده يا كابتن هاني، دايما ادي نحترم وكل شيء، ولكن الاحترام له حد. صحيح. ما يبقاش النهارده بتكلم على على فيتا كلوب كاني مثلا بتكلم على الترجي او بتكلم على الوداد، لا دي فرق ثانيه. دي بقى اسلوب اللعب معاه مختلف. كينيا وجزر القمر طبعا عيننا وعرسنا، مفيش قد مشكله خالص، ولكن فارق كبير. مش الجزائر، مش نيجيريا، مش غانا، مش الكاميرون، مش تونس. وبالتالي اشوف كابتن حسام بدري محتاج ان هو يعمل الحته دي، هتفيده اكيد في الفتره الجايه ان شاء الله. طيب السؤال، هل تعتقد الكابتن حسام واخد المباراتين دول وعارف اوريدي التشكيل اذا كنا هنلعب امام كينيا او جزر، رابطهم ببعض؟ وهل دور المحترفين هيقتصر بس على مباراه كينيا؟ يعني احنا عارفين ان حجازي كده كده هيلعب المباراه وهيغادر على السعوديه، لكن هل لو كسبنا بكره هل هيكون كمان في دور للمحترفين في مباراه جزر القمر، ولا تبقى فرصه ان احنا ندي بقى الناس فرصة اللي بتوع الدوري؟ لا ممكن انا اتفق مع حضرتك في الحته دي، بس نكسب بكره ان شاء الله. يعني هو محتاج نتيجه المكسب بكره خلاص بتحسم موضوع التاهل بشكل نهائي، وخلاص انتهى الموضوع، وبالتالي مباراه جزر القمر بتبقى تحصيل حاصل، وزي ما حضرتك تفضلت وقلت بقى تجربه. ولكن في برضو نقطه مهمه جدا، واعتقد هو تاسك على الكابتن حسام بدري ومهمه عليه، ان هو النهارده القائمه كابتن هاني مختلفه تماما عن القائمه كانت قبل كده. النهارده القائمه كلها نجوم، فانت محتاج برضو تبقى يعني فارض سيطرتك وفارض اسلوبك وفارض. عشان كده بكلمك، هيدي مهم جدا كمان، واخد رايك في ديت. لو ممكن كابتن حسام يقول احنا عايزين من اول مباراه على الاقل نحسم المباراه في الشوط الاولاني، عشان كمان ادي فرصه زي ما بتقول كل المنتخب نجوم ونجوم في انديتهم، ان يدي فرصه مثلا يريح صلاح وينزل مثلا شريف، او ينزل وجه جديد مثلا زي احمد ياسر ريان، زي مثلا محمد فاروق مثلا، او يجرب طريقه مختلفه. طب فده وارد، ان كمان ان كابتن حسام عامل البلان بي دوت في من خلال تحضيره للمباراه. نعم، في مباراه ثانيه، مباراه ثانيه جزر القمر. لان هو طالما ما حسمش التاهل فهو طبيعي كمدير فني لازم يبقى بيتعامل مع الموضوع بشكل يعني قوي جدا للاخر. يعني ما اقدرش يبقى في اي تصرف انا بعمله الناس تقول ان هو مخاطره او ان انا بجرب. ما ينفعش، لان احنا اوريدي ملسوعين في اول جولتين، تعادلت مع كينيا، لو كنت كسبت كينيا هنا كنت خلاص الموضوع كان اتحسم. فبالتالي وطبعا اكيد احنا انقذنا نفسنا بالفوزين اللي عملناهم على توجو، هما دول اللي خلونا نصحح اوضاعنا. وبالتالي كابتن حسام بدري اكيد مش عايز ان هو يجرب او يخاطر الريسك شوي. في اي حاجه ان هو يخليه يشوف نفس النتيجه السلبيه اللي واجهها في الجوله الاولى او الجوله الثانيه، وبالتالي هياخد الموضوع باهتمام شديد. والتاني برضه يا كابتن هاني في نقطه مهمه، مجموعه اللعيبه اللي معاه هو كابتن حسام بدري في الثلاث
التجارب اللي شفناه له مع النادي الاهلي وحتى مع المريخ السوداني وحتى في تجربه ليبيا، كابتن حسام بدري بيلعب تقريبا ب 4-3-1 او في بعض الاحيان لما بيهاجم وبيخاطر ب 4-3-3 ويطير الناس كلها، لكن قال نادرا ما شفنا كابتن حسام بدري بيلعب ب 4-4-2 ما بيغيرش طريقه اللعب، وبالتالي هو محتاج ان المجموعه اللي معاه دي تتعود على طريقته ان هو دي اللي هيطبقها. فبالتالي هو عنده شغل ان ماتش بكره يخلي النجوم دي كلها يقدر يطلع منها 11 لاعب اساسي يلعبوا وما يبقاش مشكله خالص في الملعب او عدكة البدلاء وتبقى النفسيات كلها تمام، وفي نفس الوقت يدوله الناتج اللي يخلي المشاهد ويخلي الاعلام المصري مطمئن ان الفريق ده بعد كده هيروح الكاميرون ينافس، ولما يلعب نظام تصفيات المونديال بالاسلوب السيء اللي احنا يعني نجحنا فيه مره واحده بس في جيل حضرتك في جيل سنه 89 لما تغلبنا على الجزائر، لكن بعد كده لما الامر تكرر معانا طبعا ما كانش نتائج ايجابيه. فبالتالي لازم من النهارده تبقى انت بتلعب المباريات دي وفي ذهنك الاهداف طويله الامد او الاجل اللي هتجيلك بعد كده، انتصار على كينيا وانتصار على جزر القمر مش ده اللي هيفرحنا، صحيح ده طبيعي يعني ده العادي لازم نكسب الناس دي، صحيح، لكن التجربه او التاسك اللي عليك انك ازاي تقول ان انا بالقوام ده قادر اسيطر على هذا الكم من النجوم وقادر اطوحهم لخطه اللعب المناسبه من وجهه نظر. طب بعيد عن الفنيات تفتكر مين كابتن المنتخب بكره؟ انا على المستوى الشخصي دايما بحب ان قائد الفريق يعني بنفس طريقه يورجن كلوب، اوضه اللبس هي اللي بتختار، والمدير الفني بيدي صوت زياده، يعني مثلا لو بنجمع اصوات اللاعب كل لاعب له صوت، المدير الفني بعد ما يجمع له صوتين ونتفق ما فيش مشكله، انا بحب الاسلوب ده، لكن في الوضع الحالي بتاعنا يجب في الوضع الحالي بتاعنا ده وهذا الكم من الاخبار وكمان اللي حصل في المعسكرات اللي فاتت اعتقد يجب ان احنا نمشي بالاقدميه، وبالتالي عمرو السوليه اذا بدا واذا لم يتواجد، اصل انت لو عمرو السوليه مش موجود عمرو بالاقدميه هو كابتن المنتخب، طب لو بدا مثلا بالنني وطارق حامد هيبقى عندك اثنين، عندك حجازي انا بتكلم على اللي تحت محمد صلاح، لان دايما الشاره مرتبطه وموضوع الشاره ده من يمكن من فترات طويله طرح ان اللي بعد عندنا عمرو السوليه، عندك احمد حجازي وعندك النني وياتي بعديهم طارق حامد نعم، وبعض الناس بتقول وارد ان الكابتن حسام يدي الشاره لمحمد صلاح بكره، وناس كتير مقتنعه ان ده الصح، يعني انت وجهه نظرك؟ انا في وجهه نظري بالاقدميه نمشي بنفس الظروف بتاعتنا ووضعا في الاعتبار ان في موقف حصل مع احمد فتحي في معسكر فات ما مش تقدر تفوته لان حصل ضمن نفس اللعيبه، فمش هينفع تغير، فانت لو عايز تغير لازم على الاقل تاخد راي الاقدميه الاول، بس ما عندناش وقت للجدل ده بالظبط يعني حاليا الامور مش مستاهله. لو هسالك بقى كرأي انا الشخصي، انا احب ان اوضه اللبس تجتمع مع بعض ويختاروا اللعيبه معنا مع بعض، يا جماعه احنا فعلا شايفين ان فلان هو الحق، ولو هنعملها بشكل تصويت زي مثلا بيحصل في بعض الانديه الاوروبيه كل لاعب يدي صوت والمدير الفني يدي يبقى صوته بصوتين، صحيح، وتختار في الاخر وتبقى دي يعني شكل ديمقراطي جميل جدا جدا جدا. لكن انا في وجهه نظري الاسلوب ده بعد الاخبار اللي طلعت وتاكدت انها كانت اخبار صحيحه ومن المعسكرات اللي فاتت، لا مش هينفع تعمل النظام ده، لازم وجوبا عليك تمشي بالاقدميه ومفيش داعي اصلا للجدل او دخول في منطقه في الوقت الحالي في الوقت دوت، نعم. مش مستفيدين منها بالظبط. طيب على نتكلم على كمان اكيد الشناوي هيقوم بدور كبير جدا بكره، بنتكلم على العلاقه ما بين التنسيق ما بين الاداره الفنيه والاداره الفنيه، ده شايفه بيتم ولا عليه علامه استفهام؟ بمعنى ان كابتن حسام البدري عنده تقريبا الهيكل الاساسي لمنتخب مصر خارج المحترفين، تتكلم اهلي زمالك بيراميدز، نعم مظبوط، طبيعي اهلي وزمالك بيراميدز كان عندهم مشوار افريقي طويل جدا، طبيعي، وهيرجعوا على مشوار افريقي خلال ايام، صحيح. هل التنسيق ما بين الاداره الفنيه على مستوى كمان اللعب، نعم، وخلينا نتكلم بكل امانه، ممكن يكون ده حاصل ولا خلاص انتوا جيتوا والموضوع بقى في ايدينا فما فيش تنسيق فني، عمرو السوليه يلعب مجهد لا طب ممكن اللعبه نص ساعه، ده بيحصل بره على فكره يعني. هو الحاجه الوحيده اللي احنا شفناها كابتن هاني الفتره الاخيره ان الجهاز الفني قسم نفسه على المباريات بيتفرج بيروح يتفرج يقعد في الاستاد يشوف، لكن ما سمعناش في اي تنسيق مع الاجهزه الفنيه
خصوصا كمان بصراحه ما كانش في وقت، يعني خلينا برضو كان بصراحه الوقت كان مضغوط جدا وكان صعب جدا جدا. اصل بيحصل يعني لو حصل مش عيب ان الكابتن مثلا حسام البدري يروح مثلا لموسيماني او يروح ل تشيكو في وقته او كارتيرون دلوقتي ويبدا يتناقش معهم انا عايز كده ولا ده صعب في مصر؟ لا هو الحقيقه هي الدوله الوحيده اللي عملت الكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه ده كانت اسبانيا لما جوارديولا دخل التيكي تاكا في برشلونه، عشان ساعتها اعتقد كان المدير الفني لاسبانيا كان ديلبوسكي. ديلبوسكي طبعا، وديلبوسكي طبعا الخطه مبنيه على ميسي فولس ناين، وحتى كان موجود ايتو ما تماشاش مع الخطه مشي. براموفيتش نفسه والناس تقرا تصريحاته وحتى قالها في البايوجرافي بتاعه، قال لك لو انت رحت برشلونه اللعب هناك مبني على ميسي. ميسي لما كان بيلعب رايت وينج بيلعب وينج يمين، وبراموفيتش اول ما جه برشلونه كان مش ممكن كل ماتش جون وجونين وهاتريك، كان مبهدل الدنيا. ميسي غار قال له لا انت هتقعد مرمين على الطرف وهو عمال يجيب الاجوان، انا اسف انا عايز العب في العمق، فدخله تحتيه وبعده عن اليمين ماتش بماتش. براموفيتش بقى بره اتركن، وبعد كده في نهايه الموسم بعد الموسمين مشي. فبالتالي نقطه مهمه جدا، فانت اسلوب اللعب ده ساعتها ديلبوسكي عمل ايه بقى في منتخب اسبانيا؟ كان مين عنده؟ فابريجاس راح واخده قال له بص يا عم شفت ميسي بيعمل مع برشلونه، انت هتعمل معايا كده في المنتخب، وخد طريقه برشلونه ولعب بيها في منتخب اسبانيا، وفابريجاس هو اللي عمل الدور بتاع ميسي. فبالتالي بشوف عند في الوقت الحالي لا صعب كابتن حسام بدري مش هيقدر يعمل كده. ايوه بقى انت بتتكلم على المستوى الخططي، انا بتكلم على المستوى البدني، ان في مثلا لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز ضغوط مباريات كتيره جدا، فممكن عمليه وخاصه ان عندك ماتشين سهلين عمليه التوازن على المستوى البدني. عايز لاعب لعيبه نادي الاهلي والزمالك ياخدوا جزء، يعني تقسيمه الماتشين مش هيقدر يا كابتن هاني، مش هيقدر صعب. طبعا هيبص لمصلحته، مش هيقدر ان هو اي ده مش هيدور مصلحته. انا لا مش قصدي يعني هو الفكره هيحسبها ازاي. مثلا محمد الشناوي حارس مصر الاول، الموضوع منتهي باعتراف الجميع ما فيهاش اي مشكله، فما اقدرش اقول لك محمد الشناوي مثلا بقول الحارس ما بيجهدش، بس ما اقدرش اقول ايه انا في الماتش ده عشان الشناوي لعب مباريات كتير فمش هلاعبه اساسي قدام كينيا او لا صعب، هو مش هيقدر يخاطر. نفس الامر بالنسبه محمد هاني، ما محمد هاني فعلا هو ما عندوش لو في اتفاق ان ممكن محمد هاني يلعب مباراه كينيا لو كسبنا، لا نعم. ممكن عمر جابر دي حاجه تانية بقى. ما انا بتكلم على التقسيمه نفسها في لو حاجة. هو اتاهل بالظبط وضمن التاهل وانتهى الموضوع، هنا ممكن بقى يحصل اللي حضرتك بتتكلم عليه في التنسيق. ولكن بالنسبه لايمن اشرف حتى المباراه رسميه احنا بنتكلم على لاعب مصاب، صحيح ما ينفعش تخاطر بيه اصلا، ما ينفعش فيها اي مخاطره، انك لو خاطرت بيه انت ممكن لا قدر الله تعمل له مشاكل من نوعيه اخرى. فبالتالي لا ده ما اعتقدش، وما بصراحه ما اشوفش ان الكابتن حسام بدري يقدر يعملها، لا ما يقدرش. انت عارف ان ايمن اشرف مصاب، وحتى لو انت انا شايف مبرر واحد بس ان انا بجهزه لماتش جزر القمر، بس لو الجهاز الطبي للمنتخب قال ما يلعبش خلاص اكيد مش هيلعب، لازم ما يلعبش وانتهى الموضوع. لكن بقيه المراكز لا، حتى ايفن لو اللعيبه مجهده، بس عمرو السولي انا حتى في التشكيله حطيته، عمرو السولية من اللعيبه اللي اجهدت تماما، صحيح. مع النادي الاهلي عشان كده بقول لك مركزه متعب بالظبط. فانا كمان بقول ده علشان لما وخلي بالك مش اهلي بس، اهلي وزمالك بيراميدز لما بيلعبوا افريقيا بس تضيف ان النادي الاهلي لعبته اكتر اجهاد عشان الفتره بتاعت المونديال، ما هو برده هم لعبوا 3 ماتشات في عدد قليل وماتشات خارج مصر فيها سفر وكده، فبرده هم عندهم اجهاد اكتر من الزمالك واكتر، وبرده الزمالك اكتر من بيراميدز بصراحه. بيراميدز ما عندوش اي منافسه في الكونفدراليه، الموضوع بالزبط لطيف يعني بالظبط. طيب توقعك النتيجه انت قايل طبعا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الفوز مضمون. طبعا فوق ان شاء الله يعني اكيد الظروف تمشي، لو الظروف ماشيه عاديه لو الامور العاديه الامور ماشيه عاديه خالص وكينيا يعني بيلعبوا العادي، وحتى ايفن لو بنكرر ماتش سيمبا والنادي الاهلي، ان ماتش سيمبا والنادي الاهلي لو اتكرر كتير مش هيخلص بنفس النتيجه. وده نفس الكلام حتى يعني ربما تكون الظروف ما سمحتش ان احنا نحلل ماتش فيتا كلوب في القناه هنا، ولكن احنا قلنا ان الشكل اللي انتوا شفتوه في ماتش سيمبا ده كان استثنائي، ما كانش العادي. العادي اللي انت شفته في فيتا كلوب. فبالتالي اذا قلنا ان شاء الله باذن الله ماتش الاهلي وفيتا كلوب بيتكرر بكره كشكل او كاسلوب ما بين كينيا ومصر، باذن الله منتخب مصر بكره يكسب 3-0 وهو مرتاح جدا طبعا.
ان شاء الله ان شاء الله باذن الله المنتخب يكسب ويبقى صعد رسميا لكاميرون 21 باذن الله. كريم بنشكرك شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. دي كانت نهايه فقرتنا مع المتالق كريم سعيد. بعد الفاصل ان شاء الله الكابتن الكبير عادل عبد الرحمن. برحب بحضراتكم مره ثانيه. لسه البيت الكبير مستمر ولسه فقرتنا ما خلصتش. هنتكلم بصوره اكبر واعمق عن مباراه مصر وكينيا المهمه جدا بكره اللي هتتلعب ان شاء الله في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. الاماني كلها معلقه على الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري. كمان في مجموعه رائعه على مستوى اللاعبين طبعا بيتقدمهم نجمنا العالمي محمد صلاح. والحقيقه حاليا في جيل كروي رائع للمنتخب الوطني كلنا متفائلين بيه الحقيقه وكلنا واثقين فيهم. مش ناقص بس غير ان احنا نؤازرهم وندعمهم وربنا يوفقهم. هنتكلم طبعا بشكل فني اكبر عن مواجهه الفراعنه بكره امام كينيا مع واحد من نجوم منتخب مصر اكيد والنادي الاهلي، واحد من اللعيبه الرائعين اللي يعني سواء كانوا داخل الملعب او براه. كابتن عادل عبد الرحمن برحب بيك ومنور البيت الكبير. مساء الفل يا سام، ازيك؟ اهلا بيك. وحشتوني ما شفتكوش كابتن هاني. ازيك كابتن عادل؟ بقالنا كتير ما شفتكوش. وحشنا. يعني بقالي مده ما جيتش البيت الكبير. ايوه كتير. منورنا دايما يا كابتن ودايما ارائك صريحه وبتتكلم اللي في قلبك على لسانك زي ما بيقول. فخلينا نتكلم. ويمكن سام قالت نقطه مهمه جدا ان احنا ما شاء الله عندنا جيل مميز جدا من اللاعبين. الفتره الاولى لولايه الكابتن حسام البدري واول تعادلين مع كينيا وجزر القمر كان في بعض الانتقادات، والكابتن حسام البدري طلع وقال ان اللعيبه مش جاهزه بسبب كورونا دلوقتي اعتقد كل الامور مهيئه للكابتن حسام بالقائمه اللي معاه باداء اللاعبين على مستوى المحترفين كمان ان شاء الله بكره نشوف نتيجه جيده. شايف المباراه ازاي يا كابتن؟ يعني اول حاجه عاوزين نتكلم على الميزه ان كورونا جت عليك وعلى الناس كلها يعني حته جاهزيتك من عدم جاهزيتك دي موجوده في الفرق كلها يعني وفي المنتخبات كلها، ولكن انت عندك الامكانيه الاعلى انه عندك لعيبه المنتخب المصري المحترفين بره بيلعبوا بصوره مستمره، اذا كان محمد صلاح نجمنا الكبير وتريزيجيه وكمان حجازي والنني ادى اداء كويس مع الارسنال، ومصطفى محمد لما راح تركيا جالاتاسراي. يعني الدائره المحترفين بقت واسعه شويه للكابتن حسام في اختياراته. الحاجه الثانيه المهمه عندك نادي زي نادي الاهلي بيمر بظروف جيده، بيلعب مباريات جيده، خد بطولات كتير، برضو ادتك جاهزيه لعيبه النادي الاهلي يقدر ياخد منها عدد كويس. لعيبه نادي الزمالك كمان راحوا بيلعبوا بطوله افريقيا، احتكوا كتير، لعبوا ماتشات كتير قوي، تقدر تاخد منهم لعيبه كويسه. عندك لعيبه بيراميدز برضو بيلعبوا بطوله افريقيا، فكابتن حسام عنده يعني جاهزيه كويسه للاعبين كويسين. المهم هنا الاختيار. الاختيار طبعا اختيار التشكيل تقصد ولا اختيار القايمه؟ اختيار القايمه. اختيار بمناسبه اختيار القايمه وكم مدرب يا كابتن عادل. ايه الفرق بين اختيار لاعب في المنتخب ما بينه وما بين اللاعب في اي نادي اخر؟ ايه الفرق؟ يعني هو سؤال جيد. يعني نقدر نقول ان لاعب المنتخب حاجه ولاعب النادي حاجه تانية. لاعب النادي ممكن انا علشان القايمه محدوده او بالمعنى الاصح بيبقى بمتلك 25 او 30 على حسب قائمه الاتحاد البلد اللي هو بيختار، بيقول قائمه النادي 30، فانت ممكن تجيبي لعيب مضطره انك تلعبيه. لكن منتخب مصر دي قاعده كبيره، كل لعيبه مصر كلها تحت امر المنتخب. فانت ممكن تاخدي عندك يبقى حوالي لو بتلعبي 18 فرقه في الدوري عندك 18 باك ليفت، عندك 18 سيرد باك، عندك 18 سيرد باك تاني، ففي عدد من اللاعبين الجيدين جدا اللي انت تقدر تختار. يعني رفاهيه الاختيار في منتخب مصر اوسع واكتر. هي بس هي محتاجه من المدير الفني الحكمه انك انت في لاعب دولي، والكابتن هاني عارف الامر ده طبعا شخصيه دوليه، وفي لاعب الله يرحمه الكابتن محمود الجواري اول من ارسى الموضوع ده، اللي هو بمعنى انك انت مش ممكن تكون عملت اداء كويس في الدوري المصري ولكن في نفس الوقت بعد ادائك كويس مش هتقدر تبقى لاعب دولي. وعندنا نماذج كتير ما نقدرش نقول اسماء ان كانوا لعيبه محليه جيده قوي وبيلعبوا مباريات جيده ولكن
في الدولي وحته الدولي كانوا قال. فعشان كده الاختيار بتاع المنتخب اوسع واعمق وقاعده اكبر انك انت تختار لاعبين، لان كل قوام لاعبي مصر حتى الدرجه الاولى والثانيه، يمكن عندنا فيصل لو فاكر يا كابتن هاني كان بيبص على كنا في المنتخب ايامها خد لاعب من الدرجه الثانيه كان كمال فريد ساعتها لما خدوا المنتخب وجي وانضم المنتخب. علشان كده بيقول لك ان اللاعب حتى توصل لاقصى درجه الدرجات الادنى في البطولات انك انت تتفرج عليها لانها كلها تحت مظله المنتخب. طيب من خلال القائمه دي يا كابتن شفت وانت بتقرا الاسماء كده شفت اسم وقفت عنده او اسم كنت تتمنى تشوفه في القائمه؟ بص يا كابتن هاني انت راجل مدرب وعارف ولاعب كبير طبعا ومحترف احترفت في اماكن كبيره قوي. الاختيارات بتاعه المدرب اكيد ما فيش شك طبعا. انت ممكن من وجهه نظرك تقول احنا بره الموضوع، نقول ان ليه ما خدش ده وليه ما خدش ده، لكن هو بطريقه لعبه يقدر ياخد منتخبه. يعني المدرب الجيد اللي بيطوع اختياره على سيستمه وطريقه لعبه. في لعيبه خارج السيستم زي صلاح زي حجازي محترفين زي المحترفين زي دلوقتي مصطفى محمد من وجهه نظري برضو فرود مهم جدا لمنتخب مصر في الوقت ده. فاحنا بنتكلم على الاختيارات، فانا دايما عشان راجل مدرب ما بحبش ان انا اتكلم في اختيارات، انا احب اتكلم استفاد ايه من الاختيار بتاعه. يعني بيختار العناصر اللي هتفيده اولا في طريقه اللعب، بتفيده في كمان مش طريقه اللعب كتشكيل، انت كمان بتبص السيناريو بعد كده الاحتياجات خلال المباراه طبعا. وانت كمان بتلعب ماتشين، وبالتالي كان مهم جدا ان كمان كابتن حسام البدري ياخد كل القائمه معاه، يعني ما خدش مثلا كل ال 28 سافروا تحسبا طبعا لفيروس كورونا، وكمان استعداد لمباراه جزر القمر. اكيد طبعا اكيد ده هي مهمه جدا انك انت تاخد اللاعبين كلهم علشان انت عندك مباراه اخرى قريبه جدا. والحاجه الثانيه كمان هو يعني احنا يمكن بنشوف في مصر بس ان احنا بنعمل استراتيجيه ماتش او اتنين، لا في ناس بتعمل منتخبات بتعمل للتصفيات كلها، هوصل لهنا هاخد مين، هوصل لهنا هاخد مين، هوصل لهنا هاخد مين، طريقه اللعب هنا في هلاعب كينيا غير هلاعب جزر القمر غير ما لاعب مثلا نيجيريا غير ما لاعب الجزائر. تقصد القائمه بتختلف؟ القائمه طبعا تختلف كتير جدا، يعني في اوقات انك انت في مباريات بتعد فيها لاعبين للي جاي. اوكي للي اصعب يعني. للمرحله الاصعب، بمعنى انك انت ممكن تاخد لاعب انت عاوز تستخدمه قدام هتاخده في جزر القمر لكن مش تاخده في نيجيريا. صحيح. مش تقدر تديله في نيجيريا، مش تقدر تديله في غانا، مش تقدر تديله في المنتخبات الكبيره الماتشات الصعبه الثقيله. لكن انت تقدر تشتغل معاه في الحته بتاعت ايه مباراه زي دي مش كينيا، والتصفيات بتاع كينيا يمكن عندها خبرات شويه وكينيا خصم متوسط في القاره الافريقيه، لكن جزر القمر رغم ان هي فرقه جديده ولكن بتمر بظروف ومراحل كويسه، واحنا شفنا ان كره القدم في افريقيا اتغيرت واتطورت بطريقه غير عاديه علشان حته الاحتراف. فاكر كابتن هاني لما كنا باللعب في بطولات افريقيا الفرق الكبيره اللي كانت بتلعبنا زي افريكا سبور وزي كوتوكو وزي الفرقه دي كان كل اللعيبه عامله ازاي؟ اللعيبه ما كانش لسه وصلت ان هي تروح اوروبا بسرعه. صحيح. كانت اقوى كتير لان ما كانش في الاحتراف اللي هو زي دلوقتي. يعني دلوقتي مثلا بطولات افريقيا بص تلاقي مثلا اسك ابيجان بيلعب في اسماء كبيره، في اسماء كبيره من زمان قلت وفي اسماء ظهرت على الساحه. طبعا في اسماء كبيره كمان ظهرت على الساحه بلعيبه جديده بلعيبه يعني مميزه، ويبقى كمان انت بتتكلم على شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب. ما احنا شمال افريقيا يا كابتن هاني لكن بتكلم لا يعني زي ما تقول اسك مثلا مش متواجده، كوتوكو مش متواجد، لكن في صن داونز طلع ما كانش متواجد من زمان، في فرق كبيره طلعت من افريقيا مستواها جيد، لكن عامه الفرق الافريقيه زمان اكيد كان المستويات على المستوى كمان البدني والفني كان اقوى، وعلشان الاحتراف ما كانش بالطريقه دي بالزبط. ما كانش اسهل من كده. صحيح. لكن اقول لك كانش بالسهوله دي، لكن اقول لك حاجه مهمه، احنا شمال افريقيا لو انت فاكر احنا بنلعب بطولاتنا
وبنهتم بيها قوي. هم في فرق اللي احنا اتكلمنا عليها كوتوكو اسيك والفرق دي كلها خلاص بقت عامله زي ايه، زي فرق اكتشاف مواهب لاوروبا. بياخدوها سام كتير، بياخدوا الانديه الكبيره الاوروبيه، ممكن تعمل ديل مع نادي واثنين وثلاثه في الـ في الـ في الـ في المنتخب في الانديه الافريقيه دي، وبتشتغل معاه ان هي تصدر لها لعيبه، فهم بيشتغلوا عليه. البطولات المحليه عندهم بقت يعني اضعف كتير جدا. لا انا فاكر يا كابتن هاني اسيك جه لاعب النادي الاهلي، وكنت انا بمرن في النادي الاهلي، وكان مدرب اسيك كان بيدرب في الملعب اللي جنبي. هو كان فرنساوي يعني، كلمني بكلمه يعني بساله بقول له فرقه اسيك دي انا ما شفتهاش السنه اللي فاتت خالص، يمكن متغير منها لعيب. قال لي احنا مغيرين 15 لعيب، لان 15 لعيب سافروا احترفوا بره. احنا بعناهم. وعلى فكره احنا اخر الموسم ده عندنا ال 15 اللي هم بيلعبوا في الوقت الحالي، وهو عدد 15 دايما بيفكروا فيه. ليه؟ علشان حته الاحتياطي، دول من الاساسيين اللي خلاص خدوا قرار ان هم يسافروا. ال 15 دول ما هيلعبوا البطوله دي ومش هتواجدوا تاني، مسافرين علشان الكرة بقت اقتصاد، الكرة بقت صناعة يقدروا يشتغلوا بيها. اللي ما يقدرش ياخد بطولة الفرق اللي هي ما معاش فلوس، فبتشتغل خلاص بقت تشتغل حتة ان هم يصدروا لعيبة للخارج، يودوا لعيبة تحترف بره. طب بمناسبة ذكرك للاحتراف، وبمناسبة ذكرك على انه مستوى الكرة الافريقية تغير من وقتكم لحد النهاردة اللي احنا بنشوفه، ده بيفكرني بالاهلي. الاهلي النهاردة لما لعيبة بتلعب قدامه، اي فريق او اي لعيبة بتلعب قدام الاهلي، بتبقى عايزة تظهر بشكل كويس جدا، بتعتبر مباراة الموسم بالنسبة لها. لكن لما بنتكلم برضو على المنتخب الوطني ده، افتكر نفس الفكرة بتنطبق على المنتخب. النهاردة الفرق كلها عايزة تظهر قدام منتخب مصر، وبالأخص أسماء عالمية زي محمد صلاح، عنده فنيات، عنده إمكانيات، فكل لعيبة عايزة النهاردة تظهر قدام واحد زي محمد صلاح. النهاردة حتى كان في تصريحات قوية من شوية من كينيا، الناس عايزة تشوف محمد صلاح، عايزة تلعب قدام محمد. برافو يا سام، فعلا يعني احنا كنا دايما بنتكلم على النادي الاهلي. فاكره انه مباراه الموسم بالنسبه لاي فرقه بتلعب النادي الاهلي. منتخب مصر كده برضه، صحيح. منتخب مصر من المنتخبات الكبيره، احنا كل الفرق عايزه تظهر قدام المنتخب، فعايزه وبالاخص كمان لما يكون معاهم نجم كبير زي محمد صلاح. دي مباراه الموسم. طب اقول لك حاجه كمان، يعني كينيا لو محمد صلاح مش متواجد مع منتخب مصر تلاقي حماسهم، يعني هو هاني ممكن يفهمني في الامر ده، طبعاً الحماس بيزيد قوي امتى؟ عشان محمد صلاح نجم. النهارده السردباك بتاعهم قال، ايوه السردباك قال، يعني قال نفسي اقيس نفسي جنب محمد صلاح. وشو يعني كل الامور طبعا بتختلف. كمان خلي بالك تريزيجيه كمان اي مدور اكتر. طبعا لكن انت بتتكلم على طبعا صلاح في حته ثانيه. سام اتكلمت على نقطه مهمه جدا، سام كان بتقول على حته ان محمد صلاح زي ما اللعيبه كتير قوي بتحب تلعب قدام انديه كبيره زي الاهلي مثلا ان هي تظهر، وده مباراه الموسم، كمان منتخب مصر طبعا وكمان محمد صلاح لعيب عالمي، ودي حقيقه انه هتشاف كويس الاخبار كلها، الناس كلها هتتكلم على محمد صلاح وعلى ان محمد صلاح. وعاوز اقول لك حاجه مهمه جدا عشان بس الناس تبقى عارفه، من اهم اسباب وجود محمد صلاح في اي نادي اوروبي وبيتمنوه وبيسعوا ان هم يتعاقدوا معاه، مش كره وبس، كمان كره ومع عدد كبير من جمهور بيبقى ورا صلاح. بمعنى ليفربول، لو احنا قسنا ليفربول من الانديه اللي ليها مشجعين كتير في مصر، كان عدد لما محمد صلاح التحق بليفربول صدقيني ان العدد في مصر بقى كبير قوي بيشجع ليفربول، وفي العالم الاسلامي كله كمان السبب. وفي الخليج محمد صلاح عارف السبب. السبب اللي انت بتتكلم عليه عادي، يمكن النهارده في تقارير ان كمان وارد جدا انتقال محمد صلاح لباريس سان جيرمان. لما قالوا باريس سان جيرمان كمان ليه؟ لان في جزء كبير اللي انت بتتكلم عليه عمليه الفولورز وعمليه التسويق لمحمد صلاح على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى افريقيا،
ده كمان بيعلي رغم ان باريس سان جيرمان اسم كبير لكن بيزيد قيمه كبيره لباريس سان جيرمان. انت فاكر الباير لما جه لعب النادي الاهلي في بطوله في كاس العالم للانديه؟ الباير اتكلم على وانت يمكن من المتابعين الالماني يعني او الدوريات او الدوري الالماني والباير شفت نزلوا فصائل بتاعه من النادي الاهلي طبعا. هم اذكياء هم عارفين ان النادي الاهلي بيتابعوا ملايين الملايين صحيح فهم بيكسبوا الجمهور بتاع النادي الاهلي والجمهور العربي كتير بيكتبوها باللغه العربيه كمان مش بالالماني او بيكتبها باللغه العربيه عشان توصل يعني ده ذكاء زي محمد صلاح وصل محمد صلاح دلوقتي غير محمد صلاح من 5 سنين محمد صلاح دلوقتي ما بقاش لاعب كوره فقط محمد صلاح انا بتكلم على بالنسبه للانديه الاوروبيه محمد صلاح بقى سلعه كبيره صحيح. يقدروا يعني عاوز اقول لك هو بيتعاقد معاه ممكن حته الكره هو لعيب كبير طبعا بس حته اللعب والماتشات والبطولات والحاجات دي اقل من الحته الماليه لانه هم بيديله كام فيكسبوا منه كام فيعلي ازاي فالموضوع بقت فوق الكره كمان في اقتصاد يعني ده ينطبق على كلامه تصريحاته الانترفيوهات اللي بيعملها مش اي انترفيو مش اي قناه يظهر فيها عشان برضو البعض اللي طلع وانتقد ظهوره بمبالغ معينه وكذا فده هو مش يعني مش هو اللي بيتحكم ولا ليه القرار النهائي في حاجه زي كده. انت فاكره القضيه اللي هي كانت بتاعه الايام المنتخب والطياره والرعايه والحاجات دي الناس لازم تعرف ان محمد صلاح بقى في حته اخرى يعني محمد صلاح مش ملك نفسه محمد صلاح ملك المؤسسه الاقتصاديه اللاعب الاوروبي او اللاعب اللي بيلعب في الدوريات الاوروبيه ما بيبقاش ملك نفسه بيبقى ملك حتى الصوره بتاعته لما بيجي يتصور مع الناس بيبقى ليها شروطها وممكن اللي هي المتاحف اللي هي مثلا زي متحف ريال مدريد زي المتاحف دي لما كريستيانو يجي يتصور كان لما كان في الريال ليه رقم كذا وليه النادي كذا لما كريستيانو ده انا اقول لك حاجه ده في انديه في العالم ممكن تاخد لاعب يقول لك مطلوب لاعب نجم قوي بس شعره كويس لانهم عاملين مثلا اعلانات شامبوات على كريمات دي حقيقة ده بتكلم على الماركتينج اللي خارج أيوة. وخاصة بنتكلم على تسويق محمد صلاح زي ما بتكلم يمكن اتكلمت في الانترو ان هو في حتة مختلفة خالص وبيتعامل باحترافية كاملة وعلينا احنا علينا ان احنا نحترم ده خلينا نرجع تاني للكوره ومباراه كينيا هل تفتكر ان الكابتن ان شاء الله باذن الله نفوز بكره ايه اللي انت يعني تتمناه كابتن عادل من مباراه جزر القمر هل تتمنى تشوف برضو المحترفين كامل الفرقه كامله ولا نفسك تشوف وجوه جديده دخلت على المنتخب عندنا امثله 4-5 وجوه جديده الكابتن حسام البدري يبقى يديهم كمان فرصه على مستوى دولي ان يشوفهم في مباراه زي مباراه جزر القمر ما احنا اتكلمنا كابتن هاني وقلنا احيانا الاستراتيجيات بتاعه المنتخبات ممكن تتعمل على عدد كبير من المباريات وممكن في الوقت نفسه ان انا اكتسب لاعب دولي مظبوط واكسب لاعب دولي جديد وانا خلاص ضامن يعني صحيح أكيد يعني وأنت مريت طبعا بالأمور دي كمدرب وأكيد كمان كلاعب يعني في أوقات إحنا كمدربين نيجي نقول إيه أنا خلاص ضمنت مثلا 4-7 أو يعني من 4-7 أماكن أساسية عندي صحيح وعندي 3 أماكن أنا شاكك فيها فلازم أجرب فيها هل في التمرين لا يصنع لا ينتج لاعب صحيح الماتشات هي اللي تنتج لاعب الاحتكاكات تنتج لاعب فانت دلوقتي وصلت انا ليه اجهد لعيبه المنتخب بتوعي حاجه كمان لازم يبقى في سنس عند المدرب انه محمد صلاح ثروه انا مش محتاج المباراه لو ربنا كرمه انا ليه اجهده حتى كمان اللاعب نفسه يحس ان انت خايف عليه احيانا تلاقي المدرب عايز يجيب محمد صلاح علشان ياكد لو انت شاكك 1 في المليون ان النتيجه دي هتاثر في وصولك لازم محمد صلاح يجي طبعا لان محمد صلاح لعيب تستخدم كبير. كل اسلحتك طبعا لكن لو انا وصلت فليه اجهد لعيبتي يعني انت بتتكلم فرصة. لو ان شاء الله كسبنا بكره يبقى مباراه جزر القمر فرصه بدون محترفين انك كل المحترفين لازم الصف الثاني يشتغل
استعدادا كمان لتجهيز، مش هقول بديل لكن تجهيز، يعني انت عندك محمد صلاح بيسد وزياد ربنا يديله الصحه، لكن لازم يكون عندك لا قدر الله صلاح ما جاش لغياب او لا قدر الله لاصابه او انشغاله في الشامبيونز ليج، يبقى انت عندك كمان حد اديته مباراه وديه دوليه مش وديه كمان رسميه طبعا دوليه طبعا فرصه كبيره تكسب. وكمان يا كابتن هاني خلينا نتكلم في نقطه مهمه جدا، المباريات ما بقتش زي زمان، انت ممكن تعمل معسكر قبل مباراه منتخب اسبوعين ثلاثه ممكن شهر، دلوقتي انت بتجيب اللاعب بعد قبلها ب 72 ساعه صحيح. يعني ثلاث ايام، فالثلاث ايام ممكن يكون لسه مخلص المباراه فجاله شد ممكن ما يلعبش معاك، فانت لازم تجهز. احنا في كورونا ممكن اللاعب يحصل اي موقف يجي له كورونا، فانت لازم تعد اللعيبه، فانت كمان الناحيه النفسيه بتاعت اللاعب المحترف انت تكون حاسس بيه، يعني صلاح الضغط بتاع اوروبا مختلف عن اي اجواء، خلي بالك كمان واحساس ووجود اللاعب المحترف في الدوري المصري لازم كمان ياخد ثقه ان هو صلاح طبعا والنني يعني اكيد اساسيين، لكن كمان ادي فرصه للناس، لو عندي الامكانيه ان انا ادي فرصه للناس لا انا العب باللعيبه كلها يعني لازم يعني. كابتن هاني اي تيم جاي لازم بيبقى عنده لاعب ولاعب بديل وجوكر بديل، بمعنى انه انا دلوقتي عندي منتخب، بالذات المنتخب غير النادي، النادي ما عنديش الرفاهيه دي، لكن المنتخب ابقى عندي اساسيين 10 اساسيين غير حارس المرمى، وعندي 10 احتياطيين، وعندي 10 احتياطي للاحتياطي، عندي 30 لاعب. علشان كده منتخب زي منتخب البرازيل لما بيجي يعمل لما بيجي يستدعوا لعيبه المنتخب البرازيل بيبقى عنده اربع فرق من المدربين، في اربع خمس ست مدربين بيختاروا الاربع فرق. الفرق الاولانيه دي بتاعه المدير الفني اللي ماسك باحتياطي بتاعه بالشغل بتاعه كله، التاني بيبقى فيه المساعدين للمدربين، انت عارف انه بيبقى فيه عنده مساعدين كتير طبعا، فبيقول له اختار منتخب انا ما اخترتش واحد فيهم، الوحيد اللي ممكن ما يختارش لاعب منتخب يعني الوحيد اللي يختار لعيبة طالما اختاروا يبقى التلاتة المدربين الاخرين ما يختاروش لاعب نفس اللاعب، بس ممكن يختاروا لاعب زي بعض، يعني انا ممكن اقول مثلا عادل هيبقى معايا في المنتخب ده، المدرب التاني يقول عادل المدرب التاني، لكن ما نقولش لو في لاعب في المنتخب الاولاني اللي خده اللي هو المدير الفني بتاع المنتخب الاساسي اختاره محدش يختاره. فعلشان كده بيبقى عنده حوالي 40 لاعب امكانياتهم عاليه، عندهم ناس كتير بتلعب في اوروبا، عندهم عدد كبير قوي من المحترفين، ولكن احنا نفسنا ما احنا عندنا دلوقتي احنا عندنا فريق ممكن يكون من المحترفين يلعب، وفريق كمان عندك من ده منتخب المانيا المحليين. قبل ما نطلع فاصل ده اللي عمله منتخب المانيا كان كاسب طبعا كاس العالم للكبار الكولومبي. المنتخب الثاني يعتبر المنتخب الثاني وراح التاني. كسب كاس العالم للقارات، هي دي التواصل او دي الفكره اللي انت عايز تنقلها، ان يكون عندك قوام لمنتخب الاول اكتر من 40 50 لاعب، وبتدي طبعا مركز على المنتخب الاول لكن كمان بتدي خبرات وماتشات دوليه كتيره جدا للصف الثاني تحسبا طبعا لاي اصابه او وعندنا فرصه استعدادا للسنه السنوات اللي جايه عندنا المنتخب الاولمبي مظبوط، المنتخب الاولمبي ده امتداد الناس اللي لازم تفهموا ان المنتخب الاولمبي ليس نتيجه، المنتخب الاولمبي تدعيم للفريق الاول، ما فيش حاجه اسمها لعيب في الوقت الحالي يلعب منتخب ممكن يلعب وهو عنده 16 سنه 17 سنه، ويا ما كم من اللعيبه الكتيره زي ما لعيبه كبار كتير لعبوا في النادي الاهلي عندهم 16 و17 سنه، وكنت هاني وانا وعبد الجليل وعمرو وناس كتير سننا صغير قوي من سننا صغير كنا في المنتخب اصغر اتنين واحنا في كاس العالم نفسه انا كنت اصغر منك يعني بثلاث سنين سنه ونص ماشي عادي. طيب احنا هنطلع لفاصل دلوقتي، بعد الفاصل نسال سؤال، هل اللعيب الكويس بس المصاب افضل ولا ممكن او قد يكون اللاعب ده اقل فنيا شويه بس سليم افضل في حاله زي اللي احنا بنتكلم عليها وفتحنا بيها النهارده البيت الكبير؟ بعد الفاصل يجيب كابتن عادل عبد الرحمن. برحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير، يعني افكر حضراتكم بالسؤال اللي طرح في بدايه الحلقه، وكان السؤال بيقول من هو الهداف التاريخي لتصفيات كاس افريقيا؟
يعني جات لنا اسماء كتيره جدا للاسف فهمه غلط، وكان يمكن حصل لبس للساده المشاهدين. هو الناس فهمت من هو الهداف التاريخي لكاس الامم الافريقيه، لكن احنا كنا بنتكلم من هو الهداف التاريخي للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه. على سبيل المثال من فيسبوك كان عندنا امجد يوسف بيقول طبعا مو صلاح، وكمان من على الفيسبوك ابو ياسين بيقول محمد صلاح. انستجرام نفس الإجابة كانت عن طريق أحمد عبد السلام، وبيقول طبعا محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا. وعلى تويتر محمد أمين برضو نفس الكلام، ويمكن محمد أمين كاتب محمد صلاح ب 14 هدف. طبعا هو الإجابة أكيد الصحيحة محمد صلاح. يمكن محمد صلاح بدأ مشواره في التصفيات الأفريقية كمان في أكتوبر 2011 بإحرازه يمكن هدف أمام منتخب النيجر، وكان ليا الشرف أن أنا كنت مدير الفني، وكان المنتخب الأولمبي بيلعب باسم المنتخب الأول بعد طبعا ما كان تأكد خروج منتخب مصر من التصفيات. لعبنا في 2011 في أكتوبر 2011 أمام النيجر هنا في القاهرة وكسبنا 3-0، وكان بداية تهديف محمد صلاح على مستوى التصفيات الأفريقية. هو فعلا مو العالمي هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر على مستوى تصفيات أمم أفريقيا. كابتن عادل، بمناسبة محمد صلاح، هل إمكانيات واحد زي محمد وفنياته ممكن المدرب أو المدير الفني يعمل لها حساب فبالتالي غير بسببها طريقة اللعب؟ هذه الامكانيات اكيد طبعا، يعني اللي انت بتقوليه صح تماما، لانه اللاعب زي محمد صلاح ممكن المدرب يغير طريقته علشان يخلي محمد صلاح في الحته اللي هو ممكن يكون بيلعب فيها كويس. بدليل اديكي دليل على الامر ده، انه احيانا محمد صلاح في ليفربول لعب راس حربه. محمد صلاح كان بيلعب ناحيه اليمين، فلما لعب ثلاثه، لا ما يمكن ليفربول بيلعب بالثلاثه اللي هو ماني وصلاح او فيرمينيو علشان حته التحرك بتاعه. لو عنده لاعب تاني وهي دي طريقه ليفربول، لكن محمد صلاح ممكن في منتخب زي فرقه منتخب مصر، وكان كتير قوي احنا لو فاكرين كنا بنقول عاوزين المدرب بتاعنا يعمل طريقه لعب اللي هو ممكن يلعب في ماتشات كتير يلعب من غير محمد صلاح عشان نتعود لو لا قدر الله محمد صلاح مش موجود. ويمكن لما لعبنا اليونان ولما لعبنا البرتغال قلنا الكلام ده، قلنا ان صلاح لما يكون متواجد مع المنتخب انت ممكن تلعب بطريقه. طب لما محمد صلاح ما كانش متواجد في ماتشات مع المنتخب اتغير طريقه اللعب. فكلامك صح تماما، انه لازم المدرب يطوع فرقته على فكره امكانيات اللاعبين. بس الفكره دي اعتقد اتغيرت في منتخب مصر دلوقتي، ما بقاش يعني ما بقناش نستلم ان الموضوع كله محمد صلاح، وهو محمد صلاح هو الوحيد اللي بيجيب جون، او محمد صلاح اكيد مهم جدا وجود محمد صلاح، لكن في عناصر جديده ظهرت وطرق اللعب اختلفت شويه. انك عندك على سبيل المثال مثلا قفشه بقى من هدافي بطولات افريقيا، احرز 5 اهداف، بقى وارد جدا ان قفشه بيبقى عنصر ممكن يجيب جون. عندك مصطفى محمد ممكن يجيب جون، عندك تريزيجيه مع استون فيلا ممكن يجيب جون، عندك كمان النني من وسط الملعب ممكن يجيب جون. فموضوع ان المنتخب محمد صلاح قيمه كبيره جدا في منتخب مصر، لكن اللقب اللي يمكن من سنتين ثلاثه ان محمد صلاح او منتخب مصر بيلعب بس بخطه محمد صلاح اللي هو ادي صلاح عشان يجيب جول، اعتقد دي اختلفت يا كابتن عادل. طب اقول لك حاجه كابتن هاني، دلوقتي محمد صلاح بيلعب في ليفربول اللامركزيه، صحيح هو بيلعب ممكن احيانا يلعب راس حرب. طيب عندك دلوقتي فرود متميز زي مصطفى محمد ثابت وبيلعب في حته الراس حرب، مظبوط. محمد صلاح هيرجع ناحيه اليمين تاني، ما دي النقطه اللي كنا لسه بتكلم فيها مع كريم برضو. عمليه ازاي نستفيد من قدرات محمد اكيد الفنيه الكبيره محمد صلاح، وكمان ازاي نستفيد من مصطفى محمد اللي هو بيلعب بلاير بوكس جوه 18، فدي هنشوفها بكره. وارد جدا ان محمد صلاح يشتغل يخش على جوه مصطفى محمد يستنى الكروس شويه، او مصطفى محمد ينزل تحت عشان يفتح لمحمد صلاح والتريزيجيه، فدي كلها اداره فنيه. لا ومصطفى محمد مش من اللعيبه اللي بيلعبوا ممكن يتحرك ناحيه اليمين وممكن يتحرك ناحيه الشمال. مصطفى محمد قناص فرود جيد بيلعب بس في حته الراس حرب، وانت تخسر هنا تحرك محمد صلاح. ما هو دي بقى اداره فنيه بكره نشوفها. ما انا هقول لك قول لي طب قول
طيب جابر حسام هيعمل ايه؟ لا ما هو دي بقى اللي انا بقول لك عليها. والسؤال سهام قالت كده انه ممكن يغير طريقه. ممكن يغير طريقه لعبه كابتن حسام. ممكن دلوقتي محمد صلاح عشان استفاد منه 100%. ايوه ما طريقه اللعبه تتغير ازاي؟ انت بتلعب 4-2-3-1 كويس. اوكي انت هتلعب 4-2-3-1 اكيد تارجت سترايكر اكون مصطفى محمد اكيد. اكيد مش تغيير في طريقه اللعب اكتر من ممكن توظيف شويه او العلاقه ما بين محمد صلاح ومصطفى محمد ان يبقى في تعليمات مثلا مختلفه شويه لمصطفى محمد في اللحظه ان صلاح حاسس ان صلاح بيخش على جوه اطلع انت لبره شويه، او لو الكره على الاطراف قوي من محمد هاني او مثلا احمد ايمن منصور يبقى انت لازم كده كده متواجد عشان تلعب بدماغك. فهي كلها تعليمات مش تغيير جذري في الخطه، يعني هي تعليمات ما بين اللاعبين ونفسهم مع بعض. يعني انا دلوقتي مثلا اقرب مكان من وجهه نظري في ال 4-2-3-1 لمحمد صلاح في وجود مصطفى محمد اللي هو تحت مصطفى محمد. ليه؟ علشان يلعبها كمهاجم متاخر، علشان انا احيانا مش عايز اجد محمد صلاح في الحته الدفاعيه عشان يديني الحته الهجوميه 100%. صحيح. ممكن تريزيجيه هو اللي يشتغل الحته الدفاعيه وينزل يقفل ناحيه الشمال مثلا لو لعب، وممكن ناحيه اليمين اي لاعب هيلعب ناحيه اليمين ممكن ينزل يقفل الحته دي، لكن محمد صلاح ومصطفى محمد. طب افرض احنا بقى بنلعب فرقه كبيره زي نيجيريا، زي مثلا فرقه من الفرق العالميه مثلا ايطاليا فرنسا الحاجات دي، عمر ما هيلعب بمصطفى محمد ويلعب بيه؟ لا ليه محمد صلاح ليه؟ لا انا شايف ان مش هيكون فيها تعارض، مش هيكون فيها تعارض خالص. يعني في الوقت ايه، في الوقت اللي انا عايز اقول لك كابتن هاني، انت بتلعب منتخبات انت في المتناول، لكن لما تيجي تلعب منتخب اقوى منك بمراحل فانت مش هتلعبه كانه فرقه في المتناول. ما خلي بالك عقبال ما نوصل لدي كابتن عادل، اعتقد محمد صلاح يعني التفاهم ما بين محمد صلاح ومصطفى محمد خلال ان شاء الله الفترات اللي جايه هيزيدوا هيفهموا بعض. انت عارف اللعيبه الكبيره برده بتبقى برده العمليه بتبقى اسهل كتير. يعني مصطفى محمد ليه اقول لك؟ لانه انت كنت محتاج من بعد حسام حسن لو فاكر ما كانش فيه الفرود في منتخب مصر الزابل عماد متعب صريح عماد، وبعد عماد عماد كان لعب مع حسام فترة وبعدين يعني. عماد متعب، ويمكن عماد متعب ما كانش زي حسام في الحتة. لا عماد متعب كان مختلف تماما. يعني حسام حسن كان التقليدي، لكن عماد متعب الفرويد المثالي اللي هو الجديد اللي بيتحرك وكده. مصطفى محمد رجعك بقى للحتة دي تاني. مصطفى محمد رجعك للمهاجم الشرس اللي هو يقدر يصبر، يقدر يشتغل في حتة الكور العالية، الكور المتحركة. عشان كده أنا بقول لك إيه، أحيانا المدرب لما بيجي يحط طرق اللعب ما بيحطهاش هو كمدرب. يعني أنا مثلا على سبيل المثال ممكن أحب ألعب 4-1-4-1 كمدرب، ممكن امسك انديه ما اقدرش العب بيها 4-1. امكانيات لعيبه، امكانيات اللعيب. يبقى احنا هنا بنقول ان طريقه اللعب بتتحط على امكانيات اللعيب. اهم لاعب عندك صلاح، فلازم اطوع مش الفرقه كلها، انا لازم اعمل بدايل. ما هي دي الفكره، لازم اعمل بدايل. اوكي اعمل بدايل. انا مش بدايل، نتكلم على التعليمات الفنيه عشان بس نخرج من نطاق المنتخب، عشان عايزين نتكلم كمان عن النادي الاهلي. فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، وباذن الله يكون في دوتو كويس ما بين مصطفى محمد ومحمد صلاح. أتمنى. انا سالت سؤال قبل الفاصل عن اللاعب الكويس او المتميز فنيا بس النهارده مصاب، افضل بالنسبه للمدرب الفني من مثلا لعيب ممكن يكون اقل فنيا بس سليم؟ اكيد طبعا. يعني سام انا دلوقتي انا بكل قوتي حتى لو اقل من اللاعب الاخر ومصاب. يعني هديك مثال، ايمن اشرف مثلا. ايمن اشرف ممكن ما يشاركش بكره كاساس ولا هيشارك على فكره، مش هيشارك. هو ده اللي كان انا وكابتن هاني كنا بنتكلم فيه. ليه ما خدناش واحد تاني وايمن يقعد يتعالج هنا؟ وليه ما خدتش واحد تاني تكتسب يعني ياخد خبرات الدوليه، خبرات والسفر والمنتخب والضغط العصبي والحاجات دي؟ ما هي دي بقى الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها كابتن هاني، التميز والفكر اللي هو انت بتشتغل لبكره. ايوه بتوسع القاعده بتاعتك. فخلاص انا مش هستخدم ايمن اشرف مثلا، ومش احنا مش بنتكلم عشان ايمن اشرف اهلي ولا حاجه، لا بالعكس. اي لعيب مصاب يعني، اي لعيب مصاب انت بتستخدمه. لما تيجي تستخدمه دلوقتي، طب انا هاخده اعمل ايه؟ يعني هل هيتعالج معايا بره؟ اكيد لا. هل انا باخده علشان يتأقلم مع الفريق؟ ايمن اشرف لعيب دولي بقاله لا ما لهاش دعوه بالتأقلم كتير.
لا انت تاخد بقى لاعب تاني هيتأقلم مع المنتخب عشان لو احتاجته. وارد اي حد يصاب، وارد اي حد يجيله اي كورونا ولا اي حاجه، عندك لعيب بقى عندك. فالسؤال اللي انت بتقوليه يا سلام مهم، انه اللاعب اللي هو السليم افضل من اللاعب حتى لو كويس حتى لو اقل فنيا، لانك انت ممكن تضغطي عليه مش هيديكي بعد كده، هتيجي في الاهم والاهم والاهم في مبارياتك مش هتلاقيه قدامك، فاهماني؟ فانا احافظ عليه علشان يقدر يأدي. انا اي لعيب مصاب عندي لازم اوصل بيه، وبالاخص واحنا كنا بنتكلم في الامر ده ان احنا عندنا رفاهيه الوصول، احنا الفرقه الثالثه بالنسبه لنا عندها 3 بون، فاحنا ممكن محتاج يا كابتن عادل نقطه عشان احنا محتاجين من ماتشين فاقدر ان انا اوصل. فليه اجازف بلاعب اخده معايا في سفري؟ انا ممكن ادخل لاعب تاني، يعني لو في اسم جديد ما راحش المنتخب زي مثلا احمد ياسر ريان، الناس الصغيره دي لما دخلت كمان كنت ممكن اكتسب اسم تاني، اخد واحد مكانه واخده معايا، اعرفه ازاي منتخب، اعرفه ازاي ان ان انه يتاقلم، محمد صلاح يشوفه، احمد حجازي يشوفه، الناس دي تشوفه، يتمرنوا معاه عشان لما يحتاجه يلاقيه. لكن انا ما اخدش حد مش هستخدمه، فرصة استخدامه قليلة ما خدوش يعني. طيب هو عموما مصر من أكتر المنتخبات اللي لعبت بطولة أفريقيا، ومسألة حتى يعني حتة الوصول دي مش طموح يعني دايما أنت متعود على التتويج. حقيقي. بمناسبة النهاردة كان عندنا زيارة مهمة جدا جدا قام بها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لنادي سموحة، وزار طبعا أكيد المهندس فرج عامر. شفت الزيارة دي من أنهي منظورة كابتن عادل؟ بس يعني انا شايف علاقه الكابتن محمود الخطيب بالانديه في مصر علاقه متميزه، يعني فكره جديده ان هو علاقتنا بالانديه حتى الانديه السكندريه يعني. بكره فعلا برضو في دعوه من السيد محمد مصلحي هيكون موجود في اتحاد السكندريه. هو علاقه الاهلي بجميع الانديه بصراحه، علاقه الكابتن محمود برؤساء الانديه مهمه جدا في الوقت الحالي، ان هو الناس بتحب ان هو يعني عايز اقول لك النادي الاهلي منظومه كبيره، وكمان على راسها كابتن محمود الخطيب، فدي حاجه مهمه للانديه كمان وللنادي الاهلي كمان. انك انت ايه رمزيتها؟ رمزيتها ان هو التعاون الشد العصبي اللي بيبقى، اللي هو الكره القدم ما اتخلقتش علشان دي، اتخلقت عشان المتعه وعلشان العلاقات وعلشان المصالح بتاعت والقوه الناعمه بتاعت مصر اللي احنا بنتكلم عليها دايما. فلما يبقى في تعاون، او مش بمعنى التعاون عشان الناس ما تفتكرهاش، العلاقات الطيبه، لان كره القدم والرياضه علاقه طيبه اصلا، يعني دي رياضه فيها منافسه في البطولات والحاجات دي، لكن هي اصلا بتاعه الاخلاق الرياضيه اللي المفروض بيرسيها. يعني مثلا لما احنا نيجي نلعب سموحه مثلا الاهلي، وشايفين العلاقه ما بين الكابتن محمود الخطيب ومهندس فرج او أو محمد مصلحي الناس دي، لما حده الحده بتاعه التعصب والتعصب ده لان رؤساء الانديه احنا دايما يا كابتن هاني لو فاكر، احنا لعيبه الزمالك والاهلي احنا جوه الملعب حاجه والناس بره حاجه تانية، احنا بنقعد نهزر وبنضحك مع بعض وبنشوف بعض وبنخرج مع بعض وبنعرف بعض وعلاقتنا. يمكن اقول لك حاجه، في المنتخب واحنا كنا في 90 كانت علاقتنا بلعيبه الزمالك يمكن مميزه عن علاقتنا بلعيبه الاهلي، دي حقيقه أصلاً. دي يعني انا كنت قاعد مع هشام ياكن في نفس يعني في اوضه واحده، دي العلاقه ما بين اللاعبين، ودي أكيد. انا دي على مستوى المنتخب دي دائما وابدا علاقات الانديه مع بعض، وعلاقات الكابتن محمود اللي عملها بالانديه صحيح. علاقه مميزه، و يعني عايز اقول لك النادي الاهلي ده الدور بتاعه، لانه النادي الاهلي عنده رياده في يمكن احنا ودي حقيقه، يعني احنا بنتكلم على ارقام وحاجات كده مش عشان بننتمي للنادي الاهلي، انت الاول في مصر، انت المفترض انك انت كبير مصر في كره القدم، ودي حقيقه ومحدش يزعل مني فيها، لانه دي حقيقه بالورقه والقلم، احنا الاول في كل حاجه. فعلشان كده انت لازم تبقى علاقتك بالناس غير علاقات الناس ببعض التانية، انت لازم تكون بالمثل طبعا وبتعمل الحاجات دي فالعلاقه. وبعدين كمان لما يجي لك شخص محبوب مفيش اختلاف عليه، حتى من الناس اللي بره، حتى من رؤساء الانديه اللي بره،
زي كابتن الخطيب، فافتكر ان هي حاجه جيده يعني. وده اتضح كمان من استقبال الاعضاء، يعني كابتن خطيب راح نادي سموحه وكان فيه اعضاء باختلاف انتمائهم بصراحه طبعا. يعني بس عايز اقول لك حاجه في الحته دي، مبسوطين انه يشوفوا قيمه كبيره زي كابتن محمود يعني. اقول لك حاجه، حتى لو مش رئيس النادي الاهلي، الكابتن محمود الخطيب لما بيروح حته انت عارف يعني أكيد عنده اكيد دي حاجه رباني يعني، ويمكن عشان هو نجم فوق العاده في الحاجات دي كلها. ولكن كمان الجميل ان يبقى، عشان كده احيانا كتير قوي كنا بنتكلم على قيمه النادي الاهلي محتاجه رؤساء بالشكل ده. الله يرحمه الكابتن صالح، لاعب كبير، ليها كاريزما خاصه، كابتن حسن حمدي طبعا ليها كاريزما خاصه طبعا يعني اللي هي النجوميه اللي انت تستاهل النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كبير. النادي الاهلي حتى هم كل طبعا رؤساء النادي الاهلي اكبر من اي حد، كل رؤساء النادي الاهلي كابتن عادل كلهم يستحقوا، لكن بتبقى ميزه انك كمان اسطوره كره القدم يعني، كمان لا ومش في كره القدم وبس يعني، كابتن محمود الخطيب في الوقت الحالي مش بتاع كره قدم بس على فكره، لا انا اقصد يعني رمز من اساطير كره القدم بغض النظر عن رئاسته للنادي الاهلي. الموضوع ده مهم يا كابتن هاني، يعني احنا بنشوفه امكانيه يعني، الامكانيات اللي بياخدها الفرق الاخرى زي الفوليو زي الهاندبول وزي الباسكت والحاجات دي بقت زيها زي فرقه الكوره، يمكن اختلاف بس ان فرقه الكوره عليها شعبيه قويه والحاجات دي. لكن يعني اخر مباراه دي مباراه في الدوري اللي كانت اهلي والزمالك طايره، اللي هو اول امبارح كابتن محمود الخطيب كان حاضر، يعني دي مباراه في الدوري وليس مباراه نهائيه. صحيح. يعني زيها زي اي مباراه في الدوري، احيانا ما بنروحش مباراه كره قدم كابتن. صحيح. لكن راح دي ده دوره كرئيس نادي طبعا. حتى البنات الباسك كره اليد بنات راح فدي بقى الميزه، انك انت يبقى عندك نجم كبير قوي. يمكن اقول لك حاجه، انا قريب من لعيبه الفولي على فكره، ومنهم عبد الله عبد السلام. انا لما بسلم عليه بقول له عبد الله مبروك، بكلمه عبد الله كان معانا على التليفون من شويه، لعيب كبير طبعا، لعيب كبير طبعا. قال لي تخيل كابتن بيبو جنة، ويعني كان سعيد طبعًا. انه جه وداهم روح كويسه على فكره لما انت لكن في الاخر احنا بنتكلم على انه النادي الاهلي رائد في اي دايما نقول الحمد لله على نعمه الاهلي. يعني الحمد لله على نعمه الاهلي. يعني الناس بتزعل احيانا، الناس كتير قوي وفاهمه الموضوع غلط، لما الناس تقول لك الاهلي فوق الجميع. فوق الجميع احنا، فوق الجميع احنا، احنا احنا ولاد، واحنا او اي حد بينتمي للنادي الاهلي فوقه هو ده النادي الاهلي. كابتن عادل يعني، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله بكره، فوز ان شاء الله يؤهلنا للكاميرون 21. كل التوفيق كمان للنادي الاهلي الفتره اللي جايه والمشوار الافريقي الكبير. كابتن عادل بنشكرك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن هاني. شكرا جزيلا ليك يا كابتن عادل. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، دي كانت حلقتنا النهارده في البيت الكبير. بكره حلقه جديده ان شاء الله من 10 ل 1. تصبحوا على خير.